الخير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في موعد جديد من حصة غير غير فوتها اللي تجيكم على الجزائرية وان كل جمعة بضيوفها وبلي سيربريز تاعها وبمحلليها. اليوم ضيفنا الأول نقدر نقول باللي براتيكمون جامي ما يدير لي بلاتو، وهو بيان سور قمة نقدر نقول أسطورة من أساطير لاعبين اللي مروا على كرة القدم الجزائرية. كان هو أيضا لاعب في شباب الوداد لكن راح ولعب في الخارج خاصة في فرنسا. تحية كبيرة للاعب الدولي السابق جمال المساني. ضيفنا الثاني هو ببساطة قامة من قامات الإعلام الجزائري والعربي، أتشرف كثيرا وكثيرا باستضافة الإعلامي الكبير الحبيب بن علي. بيانسيغ حصتنا ما تكونش بلا العشاء والقبطان ديالنا عمار عمور. ضيفنا ثالث هو كان لاعب في اتحاد العاصمة لكن أمضى في هذا الأسبوع في نادي جديد، وهو النصر حسين داي. تحية كبيرة لفوزي يايا. الرابع وكما عودناكم في غير فوتها دائما عندنا معنا فنانين، هو شاب فيلم الفنانين الموجة الجديدة، عنده صوت جميل جدا. تحية لنسيم الباي. وبطبيعة الحال حصتنا ما تكونش بلا لو غون كوميديان تاعنا محمد خساني. مساء الخير، مرحبا بكم في حصة غرفتها، ونحيي جمهورنا الحاضر معنا. جمال تلمساني فريمون سي ان غران اونور، لان كما قلت تغايب على الساحة الإعلامية لكن اليوم شرفنا بحضورك، دونك مساء الخير ومرحبا بك معنا في غرفتها. مساء الخير اختي اسماء، ومرحبا لكل الجمهور. نشكر كاع الزانفيتي اليوم معنايا، سي ان غون بليزير دات لا بيك. استاذ الحبيب بن علي مرحبا بك، انت ايضا نقدر نقول باللي يعني غبت على الساحه الاعلاميه الجزائريه لان كنت في قناه بين سبور الرياضيه، مرحبا بك معنا في حصه غير فوتها لاول مره، نقدر نقول في بلاتو في الجزائر منذ ذهابك الى الخليج. بالفعل على كل سعيد جدا بهذا اللقاء، سعيد جدا ب لقاء جمال، من سنوات ما تلاقيناش. سعيد جدا بهذا الشباب الرائع الذي يحضر معنا، تحية لكم وتحية لكل السائرين عندنا. عمار عمور مساء الخير. شكرا اسمع مرحبا بالضيوف تاعنا خاصة جمال، بالك عندي بزاف ما شفتوش، رحبوا به ونشرفوا بالحضور تاعو هو والحبيب، الجمهور اللي حاضر معنا طبعا والجمهور اللي راه يشاهد فينا. فوزي يا مساء الخير لأول مرة أيضا في حصتنا في غير فوتها، مساء الخير ومرحبا بك معنا. نشكركم على الضيافة إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله نكون خفيفة عليكم وخاصة على الجمهور إن شاء الله. الله يسلمك. نسيم الباي مساء الخير، بونسوار. مساء النور، بزاف فرحان لك راني معكم اليوم، سي أن بليزير دو بارتاجي سيت إيميسيون معكم، ميرسي بوكو. الله يسلمك، ميرسي. محمد خساني كالعادة حاضر معنا، مساء الخير محمد. السلام عليكم، هذا أول بلاطو تاعي بعد ما رحت الكانابليس. العودة تاعي اليوم عودة كبيرة. الله يسلمك. أنا سي الحبيب في روتور. اكزاكتومون. هو جا من فرنسا، هو جا من بيي، وأنت وليت كندا. يعني قاعد محترفين حنايا ماشي محليين. وإن شاء الله نفوتوا حصة رايحة. الله يسلمك يعطيك الصحة. وكما في كل حصة غير حصة غير فوتها نبدأ
نبداو بالاكتواليتي اللي نقدروا نقولوا يعني لا ماركي لاكتوال الفوتبول الالجيريان. نبداو بواش صرا عندنا. شوفوا معنا شريف حناشي ما خلا حتى واحد انديفيرون بعد ما فات في حصة غير فوتها. الأنصار كانت عندها آراء مختلفة بين مؤيدين ومعارضين اللي انتقدوا بشدة واش قال حناشي على ميلود عبود خاصة وبعد مسيري شبيبة، مما أدى بعبود وشريف ملال أنهم يدخلوا في قناة تلفزيونية للرد على الرئيس السابق لجياسكا في مسلسل نتمناو أنه ما يدومش أكثر من حلقتين. الكل يتفهم النزاع والصراع بين الطرفين، لكن إذا ما شفنا ردود الأفعال من طرف المسيرين وبعض الأنصار اللي تأيد شريف ملال ما نقدروش نتفهموا كل هذه البلبلة والضجة الإعلامية اللي صارت بعد تصريحات حناشي. لكن إذا شفنا بدقة وش قال محمد شريف حناشي ما كانش حاجة خطيرة ولا تقيس بكرامة الناس اللي تكلم عليهم، إذا ما استثني نار وراوة والقضية القديمة. لماذا إذن كل هذه الفوضى الإعلامية؟ جاوبونا إذا عندكم الجواب. رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زتشي تنقل إلى المغرب باش يشارك في الدورة الثانية للقمة التنفيذية للفيفا اللي جرت أشغالها في مدينة مراكش من 15 إلى 17 جونفي. في هذه الدورة التكميلية للاجتماع الأول اللي جرى في الدوحة شهر ديسمبر الفارض، جياني إنفانتينو رئيس الفيفا فتح النقاش لتنفيذ مشروع مشاركة 48 بلد في مونديال 2022 واللي راح تحتضنه قطر. هذا المشروع اللي كان مبرمج في الأول في سنة 2026 راح ينفع كثير القارة الإفريقية والجزائر اللي راح يكون عندها حظ أوفر للتأهل والمشاركة في أكبر عرس كروي في العالم، وبلا ما ننساو الأموال اللي رايحة تدخل في خزينة الفاف من عند الفيفا. في نفس الاجتماع كانت نقطة سلبية جات من عند أشقائنا المغاربة اللي كنا تاكلين يبقاو متحدين مع الجزائر وتونس ويدفعوا ملف مجتمع لاحتضان كأس العالم في المغرب العربي، لكن في الدقيقة الأخرى فضلوا إسبانيا والبرتغال علينا وجبدوا الحصيرة بخاوتهم. يا هل ترى عندهم الحق ولا ماشي رجلة من عند المغاربة؟ في ندوة صحفية نشطتها المديرية العامة للأمن الوطني أرقام مرعبة حيرت كل الصحفيين بعد ما تحصلنا على إحصائيات وتدخلات شرطة خلال مرحلة الذهاب فيما يخص لزاك دو فيولونس أعمال الشغب. في 240 مباراة سجلت الشرطة 28 اعتداء في الرابطة الأولى، 8 في الرابطة الثانية، 13 عند الهواة و12 في مباراة الدولية وكأس الجزائر، و19 اعتداء في الأقسام السفلى ما بين الرابطات. مديرية الأمن الوطني صرحت بلي أنه 726 شخص وقفوا أمام العدالة منهم 82 قاصر. زد إلى ذلك أعمال الشغب اللي سجلتها المديرية العامة للأمن الوطني منها 65 سيارة تعرضت للتخريب ومنها 52 سيارة ملك للشرطة الوطنية، علما أنه عدد كبير من أعوان الأمن كانوا مجندين لضمان الأمن وسلامة المناصرين خلال 927 مباراة في مرحلة الذهاب. الشيء اللي نقدر نقوله الله استرنا عند نهاية الموسم. خبر سيء للناخب الوطني الجزائري اللي راح ينتظر 3 شهور قبل ما يعرف إذا كان يقدر يتكل على حضور مهدي طهارد في الكان المقبلة اللي راح تقام بمصر. المدافع المحوري للخضر تلقى إصابة في جنود غوا في ركبة اليمين اللي تقاست بالضبط في ليغامون لاتيرال انترن، مما يرغم اللاعب تاع أفسي لونس بأنه يغادر التدريبات والمباراة خلال مدة طويلة، وربما يقدر يتحول هذا العطب إلى أخطر إذا ما زادت الإصابة. جمال بالماضي اللي كان راضي كتير بمردود مهدي طهارت في مباريات الفرطة بلا شك راح يكون محرج إذا مرجعش طهارت للميادين قبل بداية الكان. الاستابيليتي تاع الدفاع شيء مهم جدا في دورة من حجم كأس إفريقيا للأمم، حتى ولو كان عيسى موندي مؤهل للعب في مكانه برفقة جمال بالعمري، شكون اللي راح يلعب في محور دفاع حسب رأيكم؟ جمال تمساني، شفت الأحداث الكروية اللي شفناها في كرة القدم الجزائرية الأسبوع، وشي الحاجة ممكن هي الفوزا ماركي يعني لابليسي تاع لو جون طهرات طهرات يبان على حسب لي زيماج وكذا سي ان جوير دافينير هذا دو ايت بون سي جمال من الماضي إلي ديريير لوي سا فودير كيلي تري تري بون دونك ou le, la deuxième chose la violence. La violence, il faut, je sais pas quoi dire,
لا فيولونس هذه لازم تحبس تحبس سيلي كي في دي هكذا افيك لي بوليسي وكذا لازم ترفدو تديه جهه اخرى بعيد تجي الصحراء باش ما يزيدش عاود يديرها كاع سي لو سول مويان دونك يفو سيفير سينو يا با دوت سوليسيون تاع فينومين جديد جماعه المساني في وقتكم ما كانش هاد 720 يعني 72 حاله اللي الشرطه دخلت فيها وتم القبض عليهم سي فريمون انورم انورم ديجا في هذاك الوقت لي زاني 70 كانت شكون يدير هكذا ما ينجمش ما كان حتى واحد يدير هكذا كان ديجا بومدين اونسويت لي جون بيان الفي ستاد يروح انسان يروح مع وليده ولا مع خوه ولا لوجيك دوك هاتيك شكون اللي يروح مع وليده ما كاش صح يا ترو دو فيولونس دونك فو تروفي اون سوليسيون نعم عمار عمر ممكن كما قال جمال على اصابه طهارت بلي حتى المكان تاعو اساسي شيء مفروغ منه لكن بلي راح يفوت مرحله شويه صعيبه لانه يعني مده تقريبا من بين شهرين ثلاث اشهر ما يقدرش يلعب اسكو يقدر يولي ابريل اسكو يقدر يكون واجد لكاس افريقيا نظن يقدر يكون لانه مازال عندنا تقريبا سته اشهر اصابه راح تدي تقريبا ثلاث شهور نظن بلي بالاراده تاعو كلش يقدر يولي ويلعب دي ماتش اوفيسيال مع ليكيب تاعو لونس ما مع حتى الفريق الوطني يكون حاضر ولا ما كانش حاضر 100% سي سير كاين البديل كاين ماندي كاين بلعمري كاين اللي في اللاكس اللي يقدروا يعوضوه بكل سهوله ان شاء الله سي الحبيب بن علي الحدث الكروي ممكن اللي جلب انتباهك هو في الواقع لما نتحدث عن الاحداث الكرويه ما 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 مر امامنا من صور يعني يتقزز منها الانسان ان هذا راجع للمنظومه الكرويه ككل في الجزائر لان اذا كان المنظومه مريضه شيء طبيعي نشوف العنف نشوف الرشوه في الملعب نشوف المستوى المنحط نشوف ان طهات ما يقدرش يكون عندنا طهات ثاني وما يقدرش يكون عندنا لاعبين اخرين وما نقدرش ننظم كاس العالم واحنا في حاجه الى اعاده النظر للمنظومه الكرويه اقول لان نتحدث على كره القدم وعلى عنوان الحصه كره القدم اللي تكون عندنا شجاعه ونقول مريضه ولازم نظل وين هو المرض سي بن علي؟ كيفاش تشخصه؟ إعادة صياغة المشروع الكروي في الجزائر. لازم يكون عندنا شجاعة الأدبية ونتوقف ونقول كاين داء موجود في الكرة، فيه رشوة، فيه أموال غير مراقبة، فيه رؤساء أندية مش في أماكنهم مع احترامي لكل الموجودين، فيه مستوى متدني، فيه منظومة هشة. شيء طبيعي تولد هذا العنف وتولد هذا عدم الاستقرار وتولد عدم وجود لاعبين رغم ان الجزائر عباره عن مخبر للكره جمال موجود الشاب تاع حسين داي موجود يعني عمور ونقيس على الالاف الموجودين والجزائر ولاده لكن في هذه البيئه بين ظفرين الموبوءه مع احترامي للمشاهد مش ممكن نمشي بعيد هذا رايي نعم كنت سمعت تفضل فوزي يا وش هي الحدث الكروي ممكن بون حاجه اللي ما عجبتني سي لا فيولونس اللي راهو صاري في لي ستاد جو بونس اون بي مسلمون دونك لازم علينا نكونوا خاوه بيناتنا ونقصوا من هذه الظاهره باسكو ماشي حاجه مليحه باسكو تقدر تضرب واحد تلقى خوك هذه حاجه اللي ماشي مليحه ولا بليسور تاهرت جو بونس عنده الوقت باش يولي وزيد كاين دوبلور مليح في شامبيون تاع الاسبان ماندي دونك يقدر يرومبلاسيه فاسيلمون هذه انت العنف اللي عشتو فوزي يا وكنت عشتو في ملاعب كثيره يعني اكزاكتومون عشتو كمناصر وعشتو كلاعب دونك مازال ما لحقناش وين تبدلنا و باسي اوتر شوز فهمتي دونك لازم علينا نساو هذا الشيء ونخمو نطوروا كره القدم الجزائري كمناصر واش عشت قلت لي شفت العنف كمناصر كي كنت صغير كنت نتفرج مولديات بجايه دونك انصار تاع مولديات بجايه معروفين كيما يربحوش في بلادهم يديروا الشغب خارج الملعب دونك عشت شويه لي مومون هذاك ودي مومون ما نتمناهمش كنت تقول لهم حبسوا ما ديروش بيان سور باسكو ماشي حاجه مليحه تضرب واحد تعملوا عينيه ولا يعملك عينيه انت هو البيردون فهمت دونك ان شاء الله يا ربي ينقصوا من هذه وما نزيدوش كاع نشوفوها ان شاء الله. وليدي بجايه اللي قضيت معها ست سنوات على التذكير نقولوا احسن
The meilleur moment. Bien sûr. Donc, le mob, c'est. تقدر تقول لي داخله في حياتي فهمتي دونك سيزون سي با فاسيل دونك عشت دي بون مومون دي فومون دي موفي مومون تما دونك هذيك حياتي مع المون فهمت نسيم الباي يعطينا رايه من بعد نروح لك محمد بيان سور بون بوكو بلوس احنا نهضر على لا فيولونس بون نلقاوها في كاع لي دومين سورتو سي ان فينومين دوكا غير كيما ولينا نشوفوه بزاف بكري كنت نتمنى نشوف نتمنى تما يلحق الوقت وين نطلعوا الصطاد مع نو بارون ولا نو فرير ولا نشوفوا بالك في الصطاد النساء ورجال دوكا ولا لي الريف باش 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 يتحقق جيسبر ان شاء الله ان شاء الله تنقصوا بزاف واش راه يصرا سورتو مع واش انا نشوفوا لي بليسور وكاين الناس حتى ماتت نعم وبور الجوار تاعنا ان شاء الله نتمنى له الشفاء باش يكون معنا في الكان ان شاء الله محمد خساني ممكن كاس العالم في قطر كاين هناك مشروع في لا فيفا باش يديروا كاس عالم 42 وممكن 10 فرق من افريقيا دونك بلوس دو شانس بور لالجيري 1000 نو 2000 في قطر كاس العالم 2022 2022 2022 ممكن 48 هي شوف الفريق الوطني اللي كان تاعنا مليح قادر يكونوا 10 تكاليفي قدر يديروك 60 ما تكاليفيش صدر هي من بعد مبنيه على يعني على الفريق الوطني وعلى على الروندمون تاعنا مي انا ما حبيتش نهضر شفت تاع صدر بالك غادتنا زعما من خوتنا في المغرب تاع 2000 و عوي تاع 2030 سي سا صدر 26 ما عندك ما تغيدنا باسكو احنا ما نكونوش واجدين غير غادي نحشموا رواحنا باطل تما ما كان له نزعفوا هذوك خوتنا غير ما كان له نزعفوا منهم وصاي ولا بوليميك يا عمار عمور اللي صرات بعد حضور الاسبوع اللي فات مشرف حناشي اللي كان يعني تكلم معنا وعدنا بعد سنه من الصمت بوليميك كبيره اللي صرات وكامل اللي ممكن تكلم عليهم جاوبوه في الصحافه وفي دي شان واحد اخرين سيتي با البوت سيتي با لو بيت باسكو حنا كي عرضناه باسكو عنده وقت ما باش عرضناه باش نشوفوه باش الناس اللي المحبين تاع شبيبه القبائل يشوفوه والمحبين تاع الجزائر باسكو ماشي غير الشبيبه اللي يحبوا حناشي باش يشوفوه باش يسمعوه لكن نظن بلي بعد الحصه تاعنا ظهرت غروند بوليميك باسكو الهضره تاعو على كل حال عندهم حق الرد الناس اللي يهضر عليهم حناشي عندهم حق الرد يردوا كيما يحبوا ولكن في اطار كيما هضر نعم مسيو البريزيدون كيما يهضروا هما احنا عندنا الاحترام وكاع لي بريزيدون كي حناشي كي عيبوت كي ملال قعدنا الاحترام تاعهم وعندنا سيرتو احترام كبير لفريق كبير اللي هو شبيبه القبائل سيرتو احنا اللي احنا ماذا بينا دائما يكون وصومون تاع افريقيا يقعد وصومون في افريقيا احنا كي نهضروا على شبيبه القبائل ونهضروا على مود الجزائر ولا اتحاد العاصمه ما عندنا حتى فرق احنا نهضروا للصح ونهضروا اللي نعرفوه واللي نقدموه للجمهور اللي شاهد فينا هذا هو الصح نعم سي حبيب بن علي ممكن تبعت لا بوليميك هذه اسكو كانت كبيره شويه هي في الحقيقه الاختلاف في الراي رحمه يعني وممكن يرفع مستوى النقاش لكن ان 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 نركز على فارق في وجهات النظر او اختلاف في وجهات النظر نظن هذا ما يخدمش الكره وما يحدث في الساحه من تشنج اعلامي من تصريحات من هنا وهناك ما راحش يخدم كره القدم وما راحش يخدم الفرق بالعكس راح يضيق الهوى بين لتطوير كره القدم واحنا في حاجه الى رؤساء انديه اللي نحييهم بالمناسبه شريف حناشي ورئيس النادي الحالي لشبيبه القبائل واللي نحترمهم كثير انا نظن النقاش لازم يكون يسمو فوق الذاتيه وهذا ما نتاسف له يعني انه يتحصر النقاش بين شخصين امام هرم كبير اسمه شبيبه القبائل، شبيبه القبائل اصبحت ملك لكل الجزائريين بالالقاب اللي حصلت عليها وبتمثيلها للجزائر هذا التمثيل القاري نتمنى ان هذا النقاش يعني ما نساهمش في اعاده اشعاله من جديد. ممكن تفيق على سي حبيب بن علي اللي كلام تاع انساج وانا نولي شويه لجمال تلمساني، جمال تلمساني هذه غيبه كبيره على الساحه الكرويه الجزائريه، دابور ناس ما على بالهاش كاين ناس بزاف ما على بالهاش، انت ابن
ولايه المديه، دونك اللي نحيوا ناس المديه بالمناسبه. واش راهو يدير جمال المساني في الوقت الحالي؟ الوقت الحالي ما واش ندير راني في ديجا جو سي اون روتريت، اي دوزيامون ماذا بيا ندخل دون ان كلوب هنايا نعاون، مي جو بونس بلي بار توجور دي ميم بيرسون، سيدي يعني في هنا في الجزائر كان ثلاثة ولا أربعة اللي لعبوا في الفوتبول الألجيريان، دونك لو ريست ما كاش. وأنا واش تحبي ندير؟ دونك جو مسيو روتيري و جو ماذا بيا أنا باغ إكزومبل لا فيديراسيون ولا ان كلوب كي مسوليسيت ولا جو سوي لا، مي أنا باش نروح جو فوا كيا ترو دو بروبليم و يعني ما انت في بالك تما واش راك تقول لنا باللي كاين لاعبين في الفريق الوطني في وقتك في الثمانينات عندهم بلوس دو سون بلوس ميدياتيزي كو دوتر. وي اكزاكتومون، وكانت سي توجور لي ميم، كان اربعه اللي لعبوا في الجزائر. شكون هما اربعه هذو؟ ما نجي با بو با سيتي دو نون سي با غاف، مي ماذا بيا يهضروا على دوتر، وماذا بيا يعرضونا كونت يا دي ماتش انترناسيونو اوني لا. Il y a une invitation à la Kmarod et un match pour la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde. Arouah, Tchouf, Ouchkain, pour les jeunes, ou la fédération. La fédération, l'ancien, il y a 20 ans, mais il n'y a pas d'amélioration. C'est toujours la même chose. Est-ce que je vois le malade, Tchintaï? Oui, exactement. Ou quand j'entends la télévision ou la radio, c'est toujours les mêmes. هما اللي يلعبوا برك، دونك لي زوطر ما هادي سي لا لي جورناليست ولا لا تيلي ولا لا راديو طون 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 يهضروا على سيغتان جوار اللي يلعبوا. سي بور سا حنا عرقنا اليوم باش جبناك باسكو سي با فاسيل يا محمد، حتى قبل الحصه بشويه على ديرنيير مينيت اللي زيد يقرب هرب لك، مام الاخرين يخافوك ما تقبلش الدعوه ولا الدعوه كاع ما تجيش من عندهم. يعرضوني مي انا سم ديال يعني شوي ان بو ديسو كاع اون جينيرال. علاش؟ تصدير الدعوات كاينين يعني ماهوش عاطينك القيمه اللي سكو تي فو من حقك. مو جو جامغي بيان روند سيرفيس ليك ناسيونال لي جون لي كلوب، يعني هنا جو سوي بريزون انا في مديه حاكمين الفوتبول من شغل ما نكزيتيش كاع انا وهادو سي با دي ديريجون غراف في المدينه تاعك باش يكون على بالك محمد حسني، باش يكون على باله ممكن الشبان اللي عم يشوفوا فينا جمال تلمساني كان عينا كان يعني الى ايتي ايلو كاحسن رقم 10 في البطوله الفرنسيه بحضور شكون؟ بحضور ميشيل بلاتيني على ليبوك جيغاس في 1983 دي غران نون دو صفا دحلب صفا دحلب كان رقم 10 في فرنسا يعني سي با نيمبورت كوا يعني باش الفرنسيين يعينوك هكذا سي با بور لي بوزو دو جامعة المساني. اي اون بليس جي با بري لا ناسيوناليتي فرونسيز جوسكا بريزون. وعلاش؟ جوري بي جي بوكو دو سوفنير تاع لي جون الله يرحمهم اللي ماتوا انا عندي وليد عمي مات قدامي. دونك ناسيوناليتي فرونسيز توجور الباسبور فير. على جمال راحين نذكروا شبان تاعنا بجمال تمساني بواحد الصور ممكن تعلق لنا عليها باختصار يعني في لاريجي بعثوا لنا الصوره الاولى قلنا هاد الصور واش تمثل لك الصوره الاولى يضحك انا اللي لتحت نعم ادروات على شباب الوزدان شباب فيهم نقدروا نقولوا اه محمد هو 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 شباب واش رطب ارطب ولا غرطب عندك مساحل طاهر حماي طلبي عبروق مداني الله يرحمه كويسي هيك سي او يشبه واسمه مارسيلو ماشي مارسيلو راه يشبه اللي يضرب جامايكا بوب مارلي بوب مارلي دحماني بعزيز وايسو هذاك خويا هذاك داك واش يمثل لك شباب بالاستاذ جمال المساني هذا خو دامز لي ديريجون لي سيبورتور هذاك الوقت سي كاس كي ريبريزونت لو سي ار بي كاس كي ريبريزونت هذه سان جوي هذه في سان جوي هذه اون 75
واش يمثل لك شباب لوتي؟ جي كومونسي ا 17 ans كان في عمري 17 سنه كي بديت. جو ديفي كومونسي ا 16 ans في سي ار بي والالماس شغل زعف هكذايا قال كلمه ماشي مليحه نرفد الساك ورحت. من بعد عام ومورايا دونك جي سيني ا لاج دو جافي 17 ans en 72. لحقت بحسن الالماس الله يرحمه. الله يرحمه عليه. الالماس مدني عبروق عمار بون عمار موش هنا عمار سليم كاع اللي الله يرحمه حميتي مساحل بوجنون كان سيفيغ معاك حسن الالماس الله يرحمه دابخي لي زيكو اللي عندنا نو كيفاش؟ كان سيفيغ معاك حسن الالماس نو جيب نو لا 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 خطره هضرت معاه جوار ودار قال كلمه ماشي مليحه انا شغل جيتي جون جافي 16 رفت الساك ورحت ما عجبنيش الحال ورحت مازال ما قلتليش واش يمثل ليك كاسكو لو سي ار بي ريبريزونت ريبريزونت افيك سون هيستواغ إلا إكري يعني اون تخي بيل هيستواغ لو سي ار بي سي لي زاني 65 سيتي لي شامبيون حتى ال 63 الفريق اللي تحبوه جامعة المسانيح وي بكري نحب سي ار بي انا جافي 15 كنت نهبط نشوف لي ماتش مدية فيزي لو ستوب باش نروح نشوف لي ماتش دير ستوب مدية وي مدية نهبط À 15 ans, j'avais 15 ans. Très bien. Sora Okhra. Quand on a... Là, ça vaut rien que le physique. Il y a de l'air. Mais je dis que je n'ai pas de l'air. J'aurais le physique. Hadi Mandi, je me dis que tu as dit. احنا قلنا لك هذه فوتو اللي عندنا ما تلقى ما عند حتى واحد زميلنا شعيب كحول هذه كان شويه وليدي وبنتي سا سا لو فرا بليزير صورة أخرى فريمون هذه لازم نعطوها لها بعد الحصة نعطوا له واش يحب يعني با بروبليم هذه تا الوغ هنا احكي لنا على لاكوافيغ تاعو شوفوا كيش راهو محففة نحيها فيها تاع العسكر احكي لنا شوية تاع العسكر نورمالمون ما نديش العسكر انا دخلوني درع سي مخلوفي سي انفان جو بار دو مخلوفي خاش سي كيكان كي ما Il m'a un peu détruit un peu ma carrière. L'équipe nationale, je parle. J'avais un don et c'est dommage. Ils n'ont pas profité de mes qualités avec le monde. Où sera Son caractère, son comportement avec le Maïa, c'était pas. C'est lui qui m'a un peu détruit ma carrière. L'équipe nationale, je parle. Où est-ce que tu as Par exemple, comme l'ascar, je ne dois pas faire l'armée. J'ai la carte, j'étais dispensé, soutien de famille, la carte même de Rahman. Et avec lui, comme il avait le pouvoir, donc il a profité de sa puissance, parce qu'il est rentré dans l'ascar où il y a, quand j'étais pas d'accord avec lui, il m'a dû bâtonner le service de la corvée où il est rentré avec le batata dans le marché. Ah bon? Oui, l'Ascar. C'est dommage. En 82, c'était à cause de lui. Normalement, on peut être à 3-10. On peut dire Blomé, Dahlebana, Ben Cheikh qui avait sa place à l'époque. Et sans commentaire. Mustafa Kwisi à gauche. Le match à l'Autriche, il devait changer l'équipe. نعم هل حبيت تقول بلي كانوا دي كلون في 1982 في اسبانيا؟ وي يافي ان كلون يافي بلا اللي كان حاضر ومن بعد يعطينا لا فيرسيون ديالو يافي دي كلون يافي ان كلون ثاني جو با سيتي لي نون دوك على بالنا بهم كاع شكون هما سي يو كي فوزي ليكيب شكون مثلا؟ لي سيس قلت لك ما نقولش اسماوتهم داكور اوكي منهم لو كابيتان نورمالمون سي با لوي الكابيتان 82 سي دحلب باغ Par respect pour ce qu'il a fait avant, normalement c'est Dahlib ou le capitaine. 82. Achille Ali Fergani. Non, jamais. Déjà, je n'ai même pas place pour l'équipe. Et en plus, son comportement, il est grave par rapport à les 22 qui étaient là. Voilà. Oui, qui faisait le. Je suis allé. Il aime bien. Il avait la brosse qui faisait 3 mètres de large. Donc. هذه عرف لها في هذه مي سور لو تيران نو يافي ميو كو لوي يافي 3 او 4 افون لوي باش هو يجي حسيت روحك محقور في اسبانيا في كاس العالم محقور باسكو 80 كي نشفاو على سكي سي باسي سي دوماج والله
on aurait pu aller jusqu'à la finale. Donc on a un entraîneur juste. Les deux, واحد la غالب, un ignorant du football, ou l'autre c'est un lequel معاه c'est un haggar. Si on veut dire ça, haggar injuste. C'est ou là c'est dommage parce qu'en 82, on aurait pu écrire l'histoire de l'Afrique. Non, on aurait été le premier pays africain à avoir franchi le quart de finale. Sans être... Mazal qui en est chaud, vraiment, marara, avec l'amertume. Très, quand tu vois, donc, par exemple, la France pour la Coupe du Monde, c'est avec être solidaire, il a les joueurs, ils ont mis la balle. Qu'est-ce que c'est là, là, là. Non. Je n'ai rien contre personne. Mais les 4 ou 5 joueurs, c'est-à-dire qui mérite pas. Cheikh, كلام كبير. صدر الفساد من بكري في 82 مي كانت يعني اللي مدوا لنا ليكزامبل بها العشريه اللي مدوا لنا ليكزامبل بها تما وقتها ثاني كان بن عميس وكان الفساد على حسب ما راك تحكي لنا. وي وي 82 صدر الكره الجزائريه بالك ملي زادت وهي في الفساد. ماشي ملي زادت نو ديجا وي من يعني من لي زاني 70 الشخص مع احترامتنا ليه اللي قلت لنا بسببه رحت لارمي قاعد ثاني نعرفه بلي لاعب كبير وصدر اللي هو مثل بور مو انايا للناس صدر الشيء اللي تقولنا فيه وهذه الاسرار اللي ما كناش نعرفوهم حنا سي ميم 82 دروك ماشي حاجه كبيره بور نونا لا ما كانش العدل واحد كيما انت راك تقول ما لعبش في يعني نحقر ماشي ما لعبش يعني عند ذلك الكابيتان ديكيب ما كانش يستاهلها صدر كاين ما كانش حاجه احتراف ما كانش كاين ما كانش ما كانش شوفوا راي حبيبنا علي لان كان حاضر هو في 1980 الراي يبقى دائما الانسان يحتفظ به لنفسه لكن انا نقول ممكن شاطر جمال حسرة لأنه لاعب في حياته الكروية يطمح يمشي كأس العالم أبو تيسما أنا نقدر الحرقة هذه ونقدر هذا الضغط ونقدر هذا لكن نعرف جمال أولا صدراته الجزائر بالاحتراف معنى هذا أنه كانت فيه مدارس كروية كان فيه نبات أثمر ومشى لعب محترف بروفيسيونال المنتخب الوطني هو الـ يعني الطريق اللي يحب كل لاعب تاع كرة القدم يوصل ليه وجمال عنده شخصية يعني هذه اللي ما يعرف جمال عنده شخصية ويحب يوصل وشيء طبيعي أنه لما ما يمشيش كأس العالم هو مشى لكن كان في البو يعني لما نقول مشى لكاس العالم وما يلعبش لانه تمشي لكاس العالم تشارك زملات وما تلعبش لانه حتى الارقام يعني حتى الاماكن هذاك الوقت كانت غاليه يعني نقول صراحه ممكن كانوا اللاعبين اللي ما مشاوش او ماهوش موجودين مع المنتخب ومستواهم يتقارب مع المستوى الاختيار صعب هو يقول كنت قادر نلعب انا وبلومي ويعني طبيعي طبيعي شوفي كل لاعب يحب يكون في كأس العالم واللي ما يلعبش دائما يلقى شيء طبيعي وانا نحترم هذا الرأي لكن ما ننساش ان في كل الحالات كل المدربين في العالم دائما مدرب عنده فابل عنده لاعب ياخذ لاعب فلاني وما ياخذش اللاعب الفلاني يعني سي دي شوا لكن باش نقول دي شوا دي شوا فيها دي شوا كاين لي شوا لي شوا وي يعني قول لي شوا سي لانتيغي دو ليكيب ماشي لي شوا باسكو راك تحب واحد نديرو وباش تخسر ليكيب ما تنساش جمال كاس العالم 82 باش ما ندخلش في لانه في احداث كثيره جرات اول مره نمشي كاس العالم دونك ما عندناش فكره ما عندناش تجربه ما كانش خبره كان في تغيير المدربين في اخر لحظه تذكر بقرار سياسي ولا قرار رياضي يبقى التغيير جاء في وقت حرج جدا بالنسبه للمنتخب وانا معاك 100% انه كنا قادرين نمشيو ابعد في 82 فوالا نعم شوفوا صوره اخرى جمال ممكن هذا سلمي جلالي سلمي جلالي عندك علاقه مليحه مع سلمي جلالي وي ولعب لعب الكره ما كاش يعني ما هو نلعبوا البالون بلا ما يشوفني ما نشوفه ما كومبليسي سي سي Ah. Ou Tani, c'est une personne agréable. Yani, une scène marbée ou khlaq, kulish. C'est un très bon souvenir. Elle est Toulon. Ah. Ah ouais. Toulon,
هنايا هنا كنت راح تقول طلياني صح صح والله تقول لا على الزيد تاعه. هنا قبل ما نروح لتولون كان برام مع لي الدوله كوب دوروب. انا باش نروح للبرام رحت لتولون دونك جي غاتي. وهذاك العام تولون ربحوا عليك دي شامبيون لا لا كوب دوروب. لا كوب دوروب برام ماشي تولون. برام عفوا ربحوا لا كوب دوروب. هذاك العام الدوله كوب دوروب 85 وانا باش نروح للبرام رحت لتولون. كان قادر كنت قادر تكون اول عربي وافريقي يفوز بكاس الاوروبا وغاني لا كوب دوروب. وانا رحت لتولون سي لا جي علاش كوربي سيزكي لي تولي 5 مينوت ارواح نسناك عندك لي زالجيري هنايا السردين لي غرياد السميشة مارسي وعندي نسيبي الله يرحمه ثاني ما دوني سون كونساي الله غالب الكونساي تاعو اللي واش راح دير في الالمان لك مليح فرنسا مكتوب الله مكتوب الله نعم. دونك جي غاتي لا كوب دوروب لا كوب دوروب. صوره اخرى هذه مع روان لاني هذه باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان انا نشهد في حاجه كانت هناك مقابله وديه في 2008 فريقنا الوطني ضد فريق المالي اللي خسرت فيها شغب يعني شفا فايس مونتيغ على لافان اي تو وفي كانت في مدينه غوان وكي وصلنا كامل الناس يتكلموا غير على جمعيه لمساني يعني في غوان الجزائريين يعرفوا جمعيه لمساني سي اون فغي ستار تما بون ايماج والناس هم تما ناس ملاح هادي ايه فوالا هادي تاع 83 84 بون تكلمت عليه يعني سي دوماج كان لونسيان جوار ان نيميرو 10 ويجيك دوك انا راني اونترينور ونجي ضد محرز محرز نعاونو باش يولي لو نيفو جيسيمون شنو قلت لك هذه قلت لك الى الناس هادو نحترموهم بزاف كانوا يديروا هادشي بقى ما خلاو عندو ما جيو علاش كان ايه علاش كان معايا هكذا والله ماني فاهم علاش انا عطيتك ليكزومبل دوك انا راني مدرب محرز وكونتان نزيد نعاونو باش يولي اونكور ميو وعندك و سي اون فيغتي باش كيما يقولوا اونت بارونتيز على محرز محرز سي ان غران جوار اي في بارتي دي ميور جوار او موند ا سون بوست واللي يقول لي الكونترير مادا بيا نهضر معاه باش يسي يقنعك. نعم صوره اخرى هذه سي مصر هذه مصر وي القاهره هذه الدبزه هذه هذه في 1989 لا باكار 1989 لا ماشي 89 نعم لا باكار هنا نورمالمون تاني نجوزو هنا. شنو صرا في لاباكار هادي احكي لنا. في لاباكار هادي ديجا حنا ما لعبناش مليح. خاطش كل واحد كان يلعب كيما يحب. ويافي تخوا وكات كوم ميزيتي دي بريفيري تاع لونترينور يديروا واش يحبوا. دونك ما لعبناش مليح. في الماتش هذا. 89 شكون المدرب هنايا؟ كان. ماشي هادي ماشي 84 هادي 84 84 84 لي جو ميديتيرانيان دو لوس انجلوس. نعم. وهنا الماتش هذايا ما لعبناش كاع كل واحد يا با دو ما كان لونترينور يعني كل واحد يدير واش يحب دونك حنا كنا خاسرين 3 مينوت ما نعرفش شكون يضرب قريشي وانا بون بقات 3 مينوت قلت هيا ندور هاد الدبزه وخلاص خسرنا انا خاسر يضربوا واحد اخر ماشي قريشي وانا رحت ندافع على قريشي شوف لا طاير ديجا اللي عنده وانا رحت ندافع عليه وتما نط لاباكار واش درت جمال واش درت تما ضربت اللي ضرب قريشي ومن بعد رحت مور واحد كان يضرب باللومي ومن بعد تخلطت وليت يعني كنت تو فوا 120 ميل سبيكتاتور ضربتهم كامل يعني واش ما ضربتش كامل ضربت كاكوزا على كل ديال كل ما ضربوني نعم حبيبنا علي كنت حاضر في هذا اللقاء لا ما كنتش حاضر في هذا اللقاء يعني كنت تشوف قاعد لي ماتش وهاد لي زاني وكذا غير داك كون اغيان في بهاد ليكيب لا جينيراسيون كون تي بارل دو يحيى زيدان شعيب منصوري قاسي السعيد ماجر بلومي بن سحوله تو سا بهادي وما درنا والو سي ان دوماج يعني صوره اخرى نشوفوها توجور مع الفريق الوطني كويسي تيري ماروك ماجير بوربو بن شيخ بوغ اون فوا لعبنا كيف كيف
عاك شفت جبنا لك صوره وين لعبت مع بن شيخ في نفس اللقاء. اوبا هو لعب معايا. فوالا. نورمالمون بديت قبلهم لا جينيراسيون تاعنا 55 بالك جيتي البرومير اون بروميير. هذا صاحبك هو تقول عليه. لا لا ماشي صح نقصر هذه. تصور ثاني حقروه بن شيخ نو؟ حقروه وي. حقروه؟ وي. إلا بي بوكو دو كاليتي نورمالمون قلت لك تي بو ميت قال درت اليوم باللومي دحلب باسكو بن شيخ بيشوفونا يهضر عنده مام الحسره الحسره اللي عندك شفنا في عيني نشوفوها في حسره واحده. هكذا بروميي ماتش لعب دحلب بلومي زيدان ابن فرقاني دونك دوزيام ماتش انت بتبدل جامات المساني يحيى بن شيخ افون بروند زيدان كاتخيام وديفونسيفمون دير مرسقان مع قريشي ادوات منصوري اغوش كويسي اي ولا تو فوا ليكيب ومن بعد التروزيام ماتش تحب تقارلي هاد ليكيب تاع لوتريش تقارليها سينون عاود ولي لا بروميير ايكيب. هذه هاد الخطره يديرها غوارديولا في مانشستر سيتي عمر هذاك اللي عرفو كل خطره يلعب كل خطره يلعب ديزيك بيعرف بلي عنده دي كرون جوار وكل واحد يسهل باش يلعب عنده لاعبين عنده لاعبين تقريبا نفس المستوى فوالا مي اليبوك كان سيغتان جوار ما تنجمش تلعبهم دو ماتش دو سويت اون 3 جور اخي لعبنا البرومي ماتش من بعد 3 جور ابخي لعبنا الدوزيام دونك لا بلوبار ما يجموش يلعبوا دو ماتش دو سويت امبوسيبل كونديسيون فيزيك فوالا سورتو في كاس العالم في مستوى اول مره فوالا على مستوى دونك تما نديروا ماتش مع لوتريش دو تخوازيام ماتش 3-2 اوني كاليفي نعم نلحقوا الدوزيام جمال صوره اخرى اوه شفت عليها هذه ولا لا؟ والله ما شفت هذه مع من هذا انا مع شباب الزاد نو مي الكارديان هذا نشاف نو غير البوليس والله يضحك ما شاف سيكون الكارديان ولا لا ولا فاوت هذه فاوت هذه البوليسي واقيلا راه عارف اش غادي يصرى ايه يضحك قبل ما تكمل اللقطه في السمانه يضحك نعم صوره اخرى توجور هذه ثاني العسكر هذا 76 77 نعم ويسي بالليلي هو هذا طاهر صورة أخرى الفوق دحماني هادي سي مع الشباب توجور وعلي فوالا سي دي بتي سوفونير اللي حبينا تشوفهم وعندنا سوفونير ليك ثاني شوفي لاربيت لاربيت الصورة لاربيت عنده صباط تاعو شباب شوف باشطا باشطا اللي مع مولوديا هنا هذا مولوديا عندك قصة مع مولوديا جماعة المساني قالوا لي بلي خارج فيهم بس كان ما شفاش على هذا مولوديا بليك شكون مولوديا يروح يشوف لي زيماج مولوديا كاع مولوديا الشعبية مولوديا خطرة 76 جي ماركي فلالي ثلاثة انا غانيت 4-1 وفي الغوتور ربحنا زوج ثاني جي ماركي 2 علاش ماركي بزاف كونتر مولوديا مولوديا في كل عام جي ماركي شفت عليهم ولا ما شفت هو قال مقبل باللي جو يلون بليجي يجوز العسكر ريتو جامعه المساني بصح سا بيرمي او موال بوبليك هنا في الجزائر وتاع الشباب الزداد باش يستمتع بجامعه المساني بس كما جوزت العسكر هنا في الجزائر ما يشوفوكش صح راحوا لي دو زون دو ما كارير سي بوكو دو زون العسكر ام دحلب جا فوت عامين هنا اي دحلب اوبليج انا ما عندي لاكارت انا ما نديش العسكر مع شباب انا دخل العسكر باش يدير واش يحب مع شباب الزداد كنت فزت بكاس الجزائر في 1978 سي ان بو سوفونير فوالا سي ان تري بون سوفونير وهذاك من هذاك العام لا فان دو لاني تمت العسكر ومشيت لفرنسا كاين نعم ما تعرف محمد خساني جورج بيست ولا ما تعرفوش كثر من جورج بيست شبه له ولا لا لا شباب عليه انا برايفت نادي هو جورج بيست معليش شحال عارف عمرك دروك طيط من هذا لا في عمره اكزاكتومون 63 سنه زائد 55 واحدة شهيرة صغيرة منا من قلنا قالت لها 63 درت لها غاف يعني حتى الشباب والله لا صح ما تعملش ما يسلمك 63 عمر لا ها
33 33 وسامبلوس كبيره مع جورج بيست حتى في اللعب عجبك وي سي ان غوشي سي ان اكسلون و جورج بيست il a écrit l'histoire à Manchester c'était l'un des meilleurs et les gauches du monde هذاك الوقت هذاك الوقت جورج بيست والشباب اللي ما يعرفوش جامعه المساني يشوفوا معنا هذا الفيديو جمال التلمساني كمحترف في فرنسا شوفوا معنا ومع الشوارع تمسخر بهم هنايا شويه نو انا ديجا كنا اللي ربحنا لهم 6 ايه 6 6 وهذا سي السيتيام وهذاك الماتش لافونسونت الى ماركي 5 دونك 4 باس من عندي فوالا تخي بيان هذا سيتي ان ابيرسو برك تاع جامعه التمساني وكما على بالكم كامل باللي كاس افريقيا راح تقام وكما قلنا وكما سمعتوا في مصر شقيقه في من 15 جوان القادم وحنا حبينا نعرفوا راي الجمهور الجزائري شكون هما الفرق اللي ماذا بهم الجزائر ما طيحش معاهم في يعني في التصفيات الاولى في مصر شوفوا اراء الجزائريين واش يقولوا اسمعوا معنا À mon avis, un des équipes les chamena, surtout chamena, leader parcours chevaux Coupe du Monde, il y a Sénégal. Sénégal ou la deuxième équipe Nigeria ou la troisième équipe, c'est tout à fait normal, tout à fait normal. Pays organisateur l'Égypte. Flacal les trois, nous sommes invités au Cameroun, au Sénégal, au Nord-Afrique, au Sénégal. Hadou les trois favoris de Flacal, nous sommes invités au deuxième tour. Premier tour, nous avons d'abord joué avec Ghana, joué avec افهم غانا ثاني غانا ثاني فريق كبير بصح حنا نحوسوا ايفيتو مصر حنا ماذا بينا نعطيوهم مع لي زيكيب كبار كيما كامرون كوت ديفوار سينيغال باش نشوفوا النيفو يعني وين راه واصل ولكن طايحين ندير في في في, في ايكيب والو تما بقى غير تما ندورو حنا فيها لي زيكيب اللي خاف منهم باش ما نتلاقوش معاهم باغ اكزومبل كيما مصر احتكاك معاهم في البوله واعر تولي في السياسه وتولي حنا خلينا نبغوا نلعبوا البوله ما رقريهم يلعبوا البوله بصح ماذا بينا ما نطيحوش معاهم كيما في المروك ثاني تولي في السياسه وتولي الاخر حنا باغيين نطيحوا مع لي زيكيب اللي نجموا نلعبوا معاهم البوله تاعنا غايه وحنا تاكلين على المدرب ورانا تاكلين على جاب خاطر اكسبيريونس هي اللي تخدم الاكسبيريونس هي اللي تخدم ما في كان لا محترفين لا هي نورمالمون بور ايفيتي لي كرون كلوب حدنا حنايا نورمالمون هادو لي فاس دو بول كيما السينيغال مصر كامرون سيرتو 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 ليجيب مي راهي بي اورغانيزاتور الوغ لي ايفيتوها زيكيب اللي نخاف منهم كاين لا كاين المروك كاين مصر هادو مصر كثر يا مصر الا سلكنا من مصر رانا ندوها 100% لا سلكنا من مصر ندوها 100% وحنا عندنا يعني حكايه مع اشقائنا المصريين جمال المساني كان حكى في 1984 وش صرا لا باغار وسي حبيب بن علي كان حاضر في 1989 في لو فامو ماتش وين بلومي يعني قالوا بلي دار ما دار انت كنت حاضر تما و2009 على بالنا كامل كنت حاضره انت لا ما كنت حاضره 2009 كنت حاضره في مصر على بالنا صرا مصر ايضا قبل ما نروحوا للخرطوم سي حبيب بن علي دايوغ عندك انت يا دي سوفوني حتى فيزيكمون في 1989 في راسك حتى انت تم الاعتداء عليك هو المهنه نتاعنا مهنه متاعب يعني وانا كل اعتداء كان عنده اسبابه يعني ويطول الوقت باش نحكي كل القصه لانه احنا عندنا مسؤوليه في ما حدث في مصر مسؤوليتنا كبيره
قبل ما نرمي الكره على المصريين نقول فين كان الخطا منا. خطا كان فادح على كل الصراع بين الفرق تاع شمال افريقيا يبقى ابدي، يبقى ازلي دائما في حساسيه، لما نلعب مع تونس، لما نلعب مع المغرب، لما نفس بنفس الكيفيه. طبعا الاحداث اللي جرت في 89 انت عارفه، كان المباراه الفاصله تدينا الكاس العالم. نعم. بالنسبه للمصريين اللي 30 سنه ما مشاوش كاس العالم، كان الهدف تاعهم يمشيوا لكاس العالم. احنا خسرنا الريهان في قسنطينه 0-0، تعادلنا 0-0 في قسنطينه امام فريق مصري كان رائع، وحتى فريقنا مشكلتنا ذاك الوقت كان في تغيير المدرب في اخر لحظه، استقاله مدرب، المنتخب كان يعني رئيس الوفد ما كانش هناك تنظيم، رئيس الوفد يعني قلت يطول الحديث عن هذا. المشكل اننا خسرنا التاهل في قسنطينه ولم نخسره في مصر، لان يعني في مصر كان لو فزنا 3-0 في الجزائر مش ممكن مصر تربحنا 3-0 بالفريق اللي كان عندنا، لكن احنا سهلنا المهمه للاخوه المصريين ومشاو لكاس العالم، وراح نبقى نلعب مع المصريين. صح، الاجواء كانت مشحونه سي الحبيب العلي في مصر، الجماهير كانت مشحونه، كان هناك لا هو لا لا هو كان حاضر، عندنا واحد حاضر الاعلام هو سبب الفتنه، تحيونا لافر هو اخوتنا المصريين. الاجواء كانت مشحونه صح. نعم. كان مشحونه. نذكر كرمالي الله يرحمه كان عمل تصريح قبل المباراه وقال لما جاء هو مباشره بعد كمال لموي كذلك اللي نحييه، قال بن ناصر الحكم التونسي. نعم. اللي نحييه بالمناسبة كذلك، واللي كانت له مشكلة في كأس العالم انجلترا 86 عمل تصريح وقال انه لازم الفيفا تغير لنا الحكم. صح. وبدات بدا الاعلام يشعل في والمصريين انت عارفه عندهم 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 قوة إعلامية خارقة للعادة، عرفوا كيف يوظفوا كل الإمكانيات لصالحهم ومشاو لكأس العالم بصحتهم. صحتهم. علاش يا حبيب العلي شاك فان نلعبوا في مصر تصرى مشاكل؟ لأنه احنا ما نعرفش نصدر الصورة الجميلة للجزائر، وما نعرفش نحضر المباريات نتاعنا ونقولها بكل صراحة، من رئيس الوفد إلى 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 القائم بالأعمال في في في, في مصر. ولا واحد لعب دوره الحقيقي، لانه انت عارفه في كره القدم جمال وكل كل الرياضيين اللي تبعوا فينا يعرفوا ان كره القدم تلعب في الكواليس قبل ان تلعب في البساط الاخضر. صح. اذا كان الكواليس ما 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 ما, ما كانتش في المستوى مش ممكن باش تفوز بال هذه حقيقه، وبدون ما ندخل في انت كنت شاهد باللي الاخضر باللومي ما ضربش للتاريخ باللومي عمره ما ضرب، واللي ضرب يبقى علامة استفهام. ما شفتوش؟ لا يعني قلت يبقى علامة استفهام. شفتو؟ ما تقولي لي انا ما نبغيش. لكن باللومي ما ضربش، هذه للتاريخ يعني. وعلاش باللومي؟ باسكو سيتي لا ستار انا ذاك في شوفي التاريخ. المصريين وظفوا قلت كل الـ 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 الآلة الإعلامية وظفوها بطريقة برافو يعني بصراحة. عرفوا كيف يوظفوا الإعلام، لأنه الإعلام جزء من الـ من الـ من الكواليس اللي تحدث عليها من اللعبة. فهما ينظروا البلومي على اساس انه بلومي رمز يعني سيمبول. بلومي ذاك الوقت كان صح، بلومي يبقى الجزائر انجبت بلومي وما فيش بعد بلومي يعني خصاله وحدها، لا كل واحد في مكانه. جمال كان بصراحه كان قامه من في الرقم نتاعه في طريقه لعبه في خصاله وفي شجاعته وفي الكاركتير اللي كان عنده شخصي. كل واحد يتميز الله. نعم. خلقنا وفرق بينا بيان سور، هذه اراء. هما بالنسبه لهم ينظروا للبلومي على اساس انه رمز، وباش هذه الاله الاعلاميه، وركزوا على بلومي على اساس انه يديوا الراي العام يخرجوه من 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 الحلبه اللي كان فيها الصراع اللي هي قال بلومي. وبلومي للتاريخ ما ضربش ومشات الامور كما مشات. وصارت الحكايه مع بلومي سي حبيب بن علي، لانه هو كان صرح في انذاك فعلى حسب معلوماتي قال بلي انت اللي كنت سبب مع سي كرمالي باش تنحيه من كاس افريقيا 1990، وانت رديت له انذاك. انا نحيي بلومي ونرحم على عبد الحميد كرمالي، الله يرحمه، يبقى دائما رمز للكره الجزائريه مهما قيل فيه ومهما اختلفت الاراء. لكن انا ما مستحيل لا من اخلاقي ولا من تربيتي اللي يعني اتدخل في مع مدرب. وعلاش قالها؟ وكرمالي مش من الناس يعني
للتاريخ كرمالي مش من الناس اللي ناثر فيهم انا ولا ياثر فيهم اي واحد. قراراته لما اخذها اخذها بكل حريه. ومن قال هذا ممكن حرفوا الكلام تاع بلومي، انا ما تلقيتوش للان بلومي على كل حال من هذه السنوات. انا عمري ما تدخلت لا في وضع لاعب ولا في اخراج لاعب ولا في 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 تسجيل لاعب. هذا للتاريخ. وانت حتى انا ذا كنت يعني جاوبته، وكان جاوب تاعك ثاني ايضا شويه واحد. انا جاوبت لانه بعد الحاح بعد سنه او اثنين جاوبوه قال نقدر نقول واش قلت، وقالوا كذا كذا. قلت له يا بلومي كونك عاقل، وانا ما جاوبتوش لا باش جاوبته باش نعاتبه، لاني العلاقه اللي بيني وبينه اكبر من اني نقول هذا الكلام. قلت لك لا من تربيتي ولا من اخلاقي. وكان كي جا غير كي جا من العمره، فكانت لي مناسبه باش نهنيه بالعمره. نعم جوابك الاخير قلت باللي هو يقعد احسن جواب، انك قلت يقعد من احسن اللاعبين اللي عرفتهم الكره القدم الجزائريه. سي بن علي واش هو يدير في الوقت الحالي؟ بدات اتقاعد، بدات استرجع ذكرياتي، رجعت بعد رحله طويله، تجربه كانت ثريه في الجزيره الرياضيه ثم البين سبور بعدها. طبعا فيه عامل السن، كان يتقدم في السن لازم يرتاح، ففضلت ان انسحب في الوقت المناسب. مش عارف اذا كان المناسب ولا لا، لان السنين يعني الحين صار لي 44 سنه في الميدان. الله يبارك. الله يبارك فيك. كان لازم نتوقف. نعم. عن التعليق، نتوقف عن النشاط الرياضي، لكن مازالني ندرب ومازالني نتحرك، وهذه فرصة سعيدة أن يلتقي في هذا من خلال هذا البرنامج مع جمال لسنوات. للتذكير فقط سي الحبيب بن علي غطى كامل كؤوس العالمية من 78 حتى 2018، كؤوس الأوروبية كامل من 2089 حتى 2017، كامل كؤوس الإفريقية من 1984 حتى 2016، كامل الألعاب الأولمبية من 1984 حتى 2018. كنت أيضا مدير مدير التلفزه الوطنيه، الناس ممكن ما على بالهاش، لكن مدير الاخبار، مدير اخبار في التلفزه الوطنيه. نعم. نعم مدير اخبار في التلفزه الوطنيه، وكنت ايضا يعني مدير، كنت خدمت في جريده الجمهوريه. يعني انت نقدروا نقولوا غطيت كامل الرياضات وكامل الاحداث العالميه الكبرى. والله هذا شيء يعني هذا اعتز بهذا المسار. حاولت اني أعطي عصارة هذا الجهد لهذا الجيل، لأنه نتحصل أننا نفتقد لمدرسة أو نفتقد للنهل من هذه المدرسة. نعم. اللي شوف في صحفيين يعني موجودين على الساحة، لكن أنا أقول بطالين. أنا نعرف أن الصحافة ما فيهاش تقاعد. نعم. المفروض مثل ما كان يقول جمال بالنسبة للاعبين السابقين اللي كانوا رموز في كرة القدم، مفروض نستفاد من تجربة جمال، نستفاد حتى من شخصيته، لأنه قادر بتجربته وبالأنه الآن بعد هذه السنين أصبح يعني قادر يعطي حاجات اللي مش ممكن يمدها من 30 سنة لورا. يعني هو قال اسمح لي في الكواليس، قال لي في الكواليس باللي أنا قادر حتى في الفريق الوطني والفيدرالية نعمل يعني باطل، يعني بدين ما يخلصوا لي غير سيسا غير بلكن جابورتمون. مفروض يعني مفروض نستفيد من خبرة هؤلاء بصراحة، يعني مفروض نستفيد. والاتحادية عندها دور أنها تقرب من هذه الوجوه اللي ما زالت قادرة. نعم. تجربته الاحترافيه بدون شك على الاقل الجانب التنظيمي في ايش قلت انا في بدايه الحصه، ان المشكل اعاده هيكله كره القدم، اعاده النظر في المنظومه، لان المنظومه خاطئه الحاليه من 30 سنه، المنظومه خاطئه وماشيه للخطا. والدليل شوفي احنا نجيب في اللاعبين من المنتخب الوطني مع احترامي للاعبين في اولب، يعني نجيب في المعلب، نجيب في الجاهز البري ابورتي. من المفروض ننمي الحركه الكرويه داخل الجزائر، لان الجزائر اعطت الالاف من اللاعبين. نعم. قادره اليوم تمد، لانه الامكانيات اصبحت اكثر الان موجوده. لكن
المشكل مشكل تسيير هذه القدرات سواء كان المادية أو البشرية، وقادرين بفضل جمال وغير جمال يعني موجودين أسماء كبيرة الكرة تاعنا تتطور أحسن. نعم، واش قادر يجيب جمال تلمساني؟ قلت لي أنا مع حتى بوغ دي دوني دي كونساي. دي كونساي كيما واش يهضر؟ يعني يفو ميو أفوار دو سونتر دو فورماسيون، واحد على ليترونجي واحد هنا. معليش، بيسكون لوكازيون دافوار دو. وين تو في لا فورماسيون بور لي جون. دونك حنا لا جينيراسيون تاعنا شحال بقات لنا؟ 5 6 أون 7 أون ماكسيموم. دونك دي لا جينيراسيون تاع عمور. نعم. وصايب وصايفي وكاع هادو يسو بريبار ميتنون باش بريباري لي جون لافنيغ. دونك ميتنون يفو بونسي على سا. واش رايك في الشاب كيما عليك تكلمت على لا جينيراسيون هادو جمال بالماضي لو على عطاو له لا شونس باش يكون مدرب وطني؟ فوالا هاي لوكازيون سا سي بيان. هاو تصابو اونترينور الجيريان لاعب في يعني في الكره مستوى العالي مستوى عالي الى ليكسبيريونس. لا ils ont trouvé un entraîneur خليوه يخدم. on a une grande équipe. بغيت نسمع في لي سوبورتير قال لك حنا نخاف من المسار خمس سنين. حنا عندنا une grande équipe. يا دي جوار كاين عندنا ايكيب بلا هادي ما نروحوش بها بعيد. سي كي يا ان بروبليم كاين حاجه اللي ما تمشي سواسوا بالماضي خليوه يخدم. سي ان تري بون اونترينور. يا يا واش رايك اللي كي تسمع هكذا واش تخمم شويه على لافونيغ تاعك تقول باللي لازم؟ نوت شي داكور افيك لوي بالماضي سي ان بون اونترينور وين ديجا كان في قطر كان مع ليك يعني بيان سور ديجا كان اونسيير جوار لعب في مارساي ولعب في مانشستر سيتي دونك عنده ليكسبيريونس كوم جوار كوم اونترينور في قطر دونك لا شونس تاعو الى بيان سيزي لا شونس تاعو. الفريق الوطني بدا يسترجع الثقه اللي كانت فيه والثقه اللي كانت مام الانصار تاع مام الانصار تاع المنتخب ولا الشعب الجزائري ولات هذيك الثقه في المنتخب وان شاء الله يكملها هكذا ان شاء الله. وبوركو با نروحوا بعيد في كوب دافريك باسكو متفائل انت؟ قال لك بيان سور شو اوبتيميست باسكو يبان بلي سي ان بوسور دونك لي جوار كاع سوا في الشامبيون الجيريان ولا اللي راهم يلعبوا في ليترونجي كاع عندهم لونفي باش يخدموا معاه وهذه حاجه مليحه اللي عنده هو وان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله وان شاء الله يكمل هكذا ويخلي هو مآمن ايضا باللاعب يعني الجزائري كالكو سوا البلد اللي يلعب فيه. لابروف شفنا في اللقاءات الاخيره لعب لاعبين اللي بيان سور لابروف ديرني ماتش لعب شيتا سيتي البرومير ماتش تاعو في لافريك وربح دونك هذا هو لونترينور وجوار الجيريان هذا واش خصو لونترينور اللي يعطي له الثقه هذيك باش يلعب ويقدم الفريق الوطني باسكو سي هذه بلادنا ماشي لازم تخلص باش تروح تلعب في ليكيب ناسيونال بلا مزيتك تلعب بلا مزيتك تمد وان شاء الله الجوار اللي يروح ليها وتكون يكون عنده لا شونس ان شاء الله يسيزيها بيان كوم يلفو ان شاء الله. بالماضي اسمح لي كان يعني عنده نسبه كبيره باش بغداد بنجح صبح بهذا المستوى وصبح احسن لاعب في الجزائر لانه كان قادر يمركي 100 في قطر الناس ما راحش تشوف واش يدير صدر كان تشوف واش باركور تاعه في الفريق الوطني ملي جا بالماضي بدا يمركي بالبيت زوج تيتولور ولا قائد فريق مع المحليين صدر لا لا كونفيونس لا كونفيونس تو تافي حبينا فكر اون بليس الى لا شونس دافوار دي جوار كوم سا كيما محرز هادو لي جوار كاع وثاني الى لا شونس بالماضي دونك كاع هاد لي جوار اللي عنده اي بروفيت دو سيت ايكيب دونك الى لا شونس اوسي تو تافي. حنا راح نذكروا شويه الحبيب نالي. احنا ما عندناش يعني حبيناش نذكروك في ال 15 سنه اللي فاتوا لان قضيتها بعيد على الجزائر حبينا نذكروك واش كان من قبل واش قضيت معنا في الجزائر وعلاش نحبوك. شوف معنا كي كان وكي ولا سي الحبيب نالي. اللاعبين قبل انطلاق المقابله طبعا قبل انطلاق المقابله الاعصاب تكون متوتره ويكون الاستعداد اكثر من اللازم. ممكن نعرف رايك قبل اللقاء هذا؟ ماجر انطلاقه من ماجر انطلاقه ممتازه من ماجر يدخل داخل منطقه عمليات ماجر لحل من الناس لا هدف ثاني هدف ثاني ممتاز 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 من ماجر يا سلام يا
ممتازه، لقطه فنيه خارقه العاده. قوموا كذلك بالعمل المنتظر منهم، وعوده الى الزميل الحبيب بن علي مع التذكير بالنتيجه. جمعيه كيمياء واران 0 ملاحه حسين نايف 0. الى اللقاء حول الله. شكرا مرزوقي، شكرا مصطفى بن حراث مخرج هذه اللقطات، والى اللقاء في فرصه اخرى بحول الله. نرجع الى عبد القادر شنيوني وما تبقى من لقاء برج منايل وغالي ري معسكر، وتركنا نتيجه هدف لصفر لصالح برج منايل. نعم الحبيب دينو باجو قدفه قويه ممتازه وهدف، تحضير جيد للكره. ودينو باجو كما نعرف قذفاته القوية خطير. دينو باجيو يفتح باب التسجيل لصالح إيطاليا. قبل هذا لا بأس نذكر أصدقائنا الرياضيين أن الحصة منقلة مباشرة من استوديو قسنطينة، أن إلى جانب الوفراق وكرة القدم السباحة، كرة السلة، الكرة، كرة اليد الفروسية والزوارق الشراعية. في البداية يقترح علينا زميل مخرج هذه الحصة من قسنطينة حبيب فغالي هذه الأغنية كتحية منه إلى وفاق سطيف. مشري أمامنا على الصورة، مشري بشير وليد 67 يرفع الكرة عليا هاي الطائر يصعد والهدف، هدف من طب هل يبدو لي أو بن علي صاحب القامة الطويلة، هدف مباغت بعد تهاون في الدفاع دقيقة 12. انت بصراحة والله انت تاني تقعد شاب سي بن علي. اه محمد الله يبارك ما تغيرت كثير. انا عندي تعقيب على المنتخب قبل ما بيان سور تفضل. الحين عندنا منتخب مقبول جدا، قول مقبول لانه المنافسة هي اللي راح تحدد اذا احنا في المستوى ولا لا. نمشيو كاس افريقيا نلعب مع مصر ولا ضد تونس ولا المغرب ونخاف من هذا ما نمشوش بعيد. لازم نلعب كفريق كمنتخب كبير يمثل دولة اسمها الجزائر. متفق على هذا. الحين عندنا منتخب، لكن المشكل في الحالي والمستقبل هو كيف نعاود نسترجع الثقة وتكون عندنا مدارس للتكوين ونحضر منتخبات ماشي منتخب. في وقت جمال كان رقم 10 كانوا 50 رقم 10، يعني باش تختار رقم 10 في وقته صح جمال؟ صح. كان صعيب جدا باش تختار لانه كان فيه تكوين وكان فيه حراس مرمى، حراس في كل المجالات في كل المناصب. اليوم نفتقد لاعب في منصب، نفتقد حارس مرمى في منصب، والطريقه هذه انا هذه وجهه نظري، الطريقه هذه الحاليه للتسيير تسيير الكره ما راحش توصلنا لبعيد. ما هيش عجبتك طريقه تسير الكره ويحل؟ لا ما توصلناش بعيد، انا نقول ما توصلناش بعيد للاسباب راح نذكرها لك. لما ما يكونش فيه تكوين ما تكونش فيه ما يكونش فيه لعيبه. تبلع لي التكوين يكون في الانديه ماشي في الفيدراليه. لكن من 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 يؤسس للمدارس هي الاتحاديه. في قانون الاتحاديه هي التي تشرف على تنظيم المدارس وإعطاء كرة القدم موقعها الحقيقي من خلال الأندية اللي تفرض على الأندية. لازم يكون عندك تكوين، لازم يكون عندك مدارس، لازم يكون عندك. احنا نفتقد للملاعب، نفتقد للأرضيات تاع التدريب. لما ناخذ مثلا الفريق مثل المولودية اللي عنده شعبية يدرب الصباح في منطقة والعشية في مكان ثاني، مش ممكن مش يكون. دكتور ما راكش موافق طريقة تسير اللي راهي في الوقت الحالي؟ طبيعي لابد من، لأن لو ديفلوبمون لازم يكون من طرف الاتحاد، الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لأن التسيير تاع البطولة متفقين عليه راهو عند الرابطة. الآن التكوين ما راهش موجود، وبالتالي راح نبقى نعتمد على المعلم. الحاجات الجاهزه مع احترام اللاعبين الجزائريين ولهم الحق في انهم يلعبوا، لكن بعد هذا الجيل منين راح نجيب اللعب؟ تحتم علينا نمشي وننهل. وش يقولوا لك سي بن علي اصدقائك بين سبور المصريين التونسيين على البطوله؟ وش هو تقييمهم على البطوله الجزائريه؟ والله بطولتنا ضعيفه، لازم تكون عندنا شجاعه ونقول بطوله ضعيفه.
تخلعتي؟ مقارنة بالبطولات الأخرى بطولة ضعيفة، لما بطولة تسمع فيها إلا الكلام البذيء وتشوف المستوى اللي موجود في من أسبوع لأسبوع، وهذا عنف وهذا مش عارف إيه، واحد يشتكي فيه رشوة والحكم الفلاني وبريزيدون كذا. إذا كان رئيس النادي يجلس في البوندوتوش يجلس في وهو الأول اللي ينوض ويحتج على الحكم، فما بالك في الآلاف اللي موجودة في المدرجات؟ هذه حقيقة يعني، مش عارف إذا مانيش نشوفه في الحقيقة هذه. الواقع يعني قلت من الأول إعادة النظر في المنطقون عندنا شجاعة بقرار سياسي، إعادة النظر في تسيير المنظومة سواء كان في قوانينها، لأن الردع كما يقول جمال العنف هذا لازم يتوقف. شيء فظيع أنه المنشآت تتهدم وشباب يروح ضحية، هذا الكل مخلفات التسيير العشوائي لكرة القدم، هذه حقيقة. ممكن أنا عندي شوية شجاعة زايدة قلت الكلام هذا، ممكن لي مش قادر يقول هذا الكلام، لكن الحقيقة لو نسأل الناس وهذه موجودة. رئيس فداء الحالي السي خالد الزرتشي لازم يغير يعني نظرته في التسيير. نعم. لأنه هو رأى الوقت الحالي. من شخص يقول المنظومة الكروية مش في رئيس الاتحاد، أولا المكتب المسير ثم رؤساء الأندية، كل من له علاقة بكرة القدم لازم يكون موجود. هذا احنا في وقت من الاوقات حضرت انا ثلاث جمعيات سميها مؤتمرات تشخيص كره القدم، اخرها كان حاضر للماس الله يرحمه، كان تيوا، كان جماعه كبار، يعني شخصنا الوضع برد. لكن الحلول بقيت حبر على ورق. اخر شيء كان فيه سيمبوزيوم العام الماضي، لكن نفس الشيء راح تبقى اوراق وتتخبى في الادراج وتبقى الحاله، لانه المصيبه انه المال العام اللي يسير كره القدم كل الناس مستفاده منه، وبالتالي كلهم نعم. حتى ولو ان لو رابور تاع السيمبوزيوم ارسل الى الوزاره منذ 15 يوم، لكن راح نشوفوا هل هو المشكل مش في الوزاره، هو مشكل نعم. كل الفاعلين في كره القدم، الاقتصاديين، البنكة تتدخل، الضرائب تتدخل، الامن يتدخل، كل هذه كل المسؤولين عندهم مسؤوليه في اعاده صياغه منظومة كرة. نعم. قبيل سقسيتك سي بن علي، قلت لك بلي عندك اون تراس من الضرب اللي تلقيته في مصر، بصح ما حكيتناش كيفاش انضربت. والله شوفي هذا كله انا احاول اعادة صياغة هذه الافكار في كتيب، وممكن نحكي عليها يعني في باختصار. شوفي في المدية مثلا كليت ضربة في المدية، في بوفاريك لما كانت بوفاريك، يعني اشياء تحدث في الملاعب. شكون اللي ضربك مثلا؟ مدية جمال. جمال انا ما كنتش لا في بس شكون اللي ضربك يا مناصر؟ كانت حادثه مع شرطه، يعني انت عارفه يعني كما قلتي كان في تشنج وكان فيه رده فعل تاعهم ما كانوش رياضيين، لكن ما نقول الشعب المصري ما كانش رياضيين، مجموعه يعني قول جهزت بكل إمكانيات باش تفسد العرس، وكان لهم ما أرادوا. وقلت لك في البداية أنه المسؤولية نتحملها أحنا كجزائريين، لأننا ما حضرناش تلك المباراة تحضير الجيد، وبالتالي نستحق ما حدث. ممكن إن شاء الله ما يكون والو في مصر، لأن في كل المناسبات اللي كنا حاضرين في مصر صراو أشياء. سي بن علي، صور تاع ناس عملت معهم سنوات طويلة باختصار كلمة أو كلمتين كما حبيت، قلنا كلمة على هاد الأشخاص. عبد القادر صديق عزيز، هو تعاملنا مع بعض هنا في الجزائر لسنوات عديدة، وزدنا تلاقينا في البين سبور في الجزيرة الرياضية، ذكريات طيبة معه، رجل صريح، رجل عنده قلبه كبير يتحمل كل الناس، نحييه بالمناسبة، وحاليا في كندا. نعم. فضل كندا أولاده يدرسوا هناك، فنقول له الله يكون معك ان شاء الله. صوره اخرى مراد، مساء الخير مراد، عندي سنين ما تلاقيتوش، لكن تبقى المحبه يبقى الود. كزملاء كنا بالتلفزيون الجزائري، رجل طيب خلوق، نحييه بالمناسبه. نعم. صوره اخرى مصطفى، يبقى رمز كذلك للكرة الجزائرية،
مثله مثل جمال، مثل الأسماء اللي كنا تحدثنا عليها باللومي غيرها، أعطى الكثير للجزائر. موهبة عرف كيف يسقلها، عرف كيف يسير القدرات الذهنية والبدنية نتاعه ووصل بها إلى أعلى قمة، وهذا يبقى رمز للجزائر. يعني صورة أخرى. ليلى. ليلى سماتي. ليلى كان تحدي، أول بنت تقتحم التلفزيون الرياضي. شجعتها كثير باش وصلت للمستوى اللي خلاها تغير النسمة وتمشي للقطر ونجحت، ونحييها بالمناسبة. صورة أخرى. حفيد. حفيد يا. من الشبان كذلك المغرومين بالتعليق. أنا بابليكا في الميزيريا. نحييه بالمناسبة. أنا بابليكا في التلفزيون الجزائري كان مين يعطاش يشرب باج. لا بس تاني بي. تيشيرت يومي. حافظ. ملاعب العالم كنت، اسمح لي، انت اللي كنت مؤسس هذه الحصة. ملاعب العالم انا كنت من 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 منتجيها، عملت فيها 22 رقم. كنت حصة رائعة. كان بعد تسلم هذا الراجل. نعم. اللي نحييه بالمناسبة. نعم. كزميل في التلفزيون. جوية. أخرى، صورة أخرى. خضر. مش بونس بالخضر باللومي. نعم. الخضر يعني اسم على مسمى. نعم. يبقى دائما أيقونة الكرة، حبوا يعني بكل. سختو ما تعدى على حتى واحد في مصر. نعم. سختو ما تعدى على حتى واحد في مصر. لا ما. نعم. عاقل. صورة أخرى. بشيري. بشيري محرز. بشيري الرزانة، التنظيم في العمل، منظم كثير، رصين. ويبقى كذلك من القامات المعلقين، علق على ام الرياضات العاب القوى، وعلق على باسكت يعني تخصص صفه خاصه. كان دائما رمز. واحد الوقت كنت نشوفه نتنرفى، علاش نحسبوا غادي يديروا لنا شامبيونا، يديروا لنا ماتش تاع باسكت. سطاوا لي مع سعيده. كاين ناس تحب الباسكت. محمد، حنا كنا باسكو في الجزائر، كنا معجن نعشقوا كره قدم. تيجيو بارشيري محرز. نعم. سطاوا لي 60 مع سعيده روعه. فوالا هادو كان ممكن صور اللي حبينا تكون عندك. كانت علاقتك مع الوالده السي حبيب. الله يرحمها الوالده. كانت علاقه ام مع ابنها، نصائحها، حنانها طبعا ما زال في طيفنا. وتعرفي لما يفقد الوالده هكا في عمرك سير. كنت في الليسي. انا هو كان لا كلاس كل اكتر تاع الترك. شباب ما شاء الله، ما نضروك فيزيك هذا هو. ما شاء الله ما شاء الله لا كلاس. الله يرحمها الوالده. الله يرحمها. كانت علاقه يعني علاقه وطيده، علاقه وطيده بفضلها ودعائها اللي الحمد لله ان شاء الله دائما متعلقين. ان شاء الله. الحمد لله. ومع الوالد ايضا. طبعا الوالد كان رمز، كان امام الوالد. نعم. ما شاء الله. كان مدرس لغه عربيه ومن الاوائل يعني للتاريخ. اول 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 مسجد زاره المرحوم هواري بومدين وكرم فيه الوالد، كان يدرس محو الاميه بعد صلاة المغرب في المسجد. الله. قريت أنت مع السي بن علي، قريت معه أيضا اللغة. نعم. قريت معه اللغة أيضا. قريت معه اللغة، كنت نساعده. وأنت عارفة لغتنا لغة حية، لغة ثرية. فبفضل المساعدة نتاعه وبفضل تربيته أقول الحمد لله، يعني مخارجنا الصوتية بقت نظيفة يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نروح نبدلوا شوية الجو ممكن مع نسيم. وي سي بوسيبل. احنا على بالك في حصتنا نحبوا شوية أيضا شوية موسيقى حتى الناس. ونسيم واش جبت لنا اليوم؟ أحيانا غني نورمون يعني المباشر أون أكابيلا. أنا جالي شونتي واحد لا شونسون، جالي شونتي كلام الخاينة باسكو سي لا شونسون بها اللي بنت بها الناس اللي عرفتني، تحصلت بها الأحسن فيديو كليب في 2015.
Mais j'ai changé d'avis, je vais chanter une autre chanson. Tu as besoin de la chef La chanson Osma J'allais chanter Klam al-Khayna. Ah, Klam al-Khayna. Voilà. Khalina al-Khayna. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Khanouna bzaf. Nous avons dit qu'il y a un choix. Tu as besoin de ce que tu veux. Nous avons dit qu'il y a un choix. Il y a un espoir. Voilà. ما تحكي ليش عزين ما ترسم ليش الياسمين اللي نشم وخطرة ما توري ليش الصحاب ما تحكي ليش الأحباب هدوك لي حفروا قبري هدوك لي حفروا قبري حكي وش راه خويا وش راه ميمتي وبويا هادوك محبة عمري سقسيني وش راني يا راه الوحش كلاني في غربة ضري في غربة ضري في بلادك هاني ولاباس كي تكون على ميمتك عساس ما تحصيش للموت تخطف بكري علاش الزهر رادو يا والشر يتبسم لي حكمة الزماني أطير جناح وتكسار ما رانيش نقصار غير حسن وعوني مقواني نتحصار رشاني ذاك الصبار يا ما حضنيني داراداي داراي داراداي حضنيني ودفيني داراداي داراي داراداي دفيني وهنيني برافو قال له مسيو بلي كانت عندي علاقه وطيده مع الام يعني حبيت نهدي لك الاغنيه الله يبارك اسمح لي على دموع كيف كاينه في اليوتيوب بيان سور واش نكتبوا نسيم البي غرب الدري لا غرب الدري غرب الدري غرب الدري ضري في الغربه دونك فوالا اغنيه رائعه تصادر هذه نجي من ما نقولش نحيها انا سي بون شكرا برافو وانت من المناصرين شباب الاستاذ وي ضحكتك وي وي جي لونور ثاني دو شوي غاتي باسكو راني ا كوتي دو مسيو جمال دونك صافي بليزير حنا شباب بصح نحبوا ثاني المولوديه نحبوا الياس ما جماعه واش الغناء اللي تعرفوا تاع الشباب ولا تاع مولوديه ولا شوفي بوكو بليس نسمع لي شونسون تاع مولوديه لي اسمع ديرنا واحده لا هيا واحده بوغ لو بليس والله ماني حافظ لي شونسون ما نحفظش لي شونسون بالقيطار بصح والله ماني حافظ شي ديزولي والله ماني حافظ مي يعجبوني بزاف لي شونسون كاين كلمات شابين سيرتو صحاب المولوديه ولي اسمع يكتبوا مليح ويغنوا بيان حاجه حافظها شويه يعني كان ان كومبليس سي دي زامي كيفاش يكتبوا واه فوالا سي بعد يقول لك كان العنف في الملاعب كاع كاين دي زارتيست في الملاعب بيان سور كاين دي زارتيست في الملاعب يعني كان ان كوبلي ناسم والله ماني حافظ والله غير تقول يجيك شنوي والله ماني حافظ سيريوز معليش ما نحرجوش ايا تخي بيان معليش حين نشوفوا نولوا اليايا فوزي يايا اللي امضيت رسميا في نصر حسين داي دابور انا حبيت السؤال الاول راح نطرحه لك وعلاش قررت باش تروح من اتحاد العاصمه بعد عام 18 شهر من امضائك في هذا النادي بون شنو نقول لك لا ديسيزيون هادي خديت وقت فيها باش نرفدها في لا مانيير اللي تعاملوا الناس اللي كانوا في ليكيب معايا في 18 mois هادو جو بونس لا بروميير سيزون تاعي فاتت كيما حبيت مالغري ليليميناسيون تاع ديمي فينال كوب دافريك مي بيرسونالمون كنت مليح العام اللي فات مي ليكيب ما كناش ملاح اون جينيرال ديبي سيزون سيكو هاد العام البدايه تاعي ما كانش كيما تمنيتها
ما كانتش على حسب لا بريباراسيون اللي درتها مع ليكيب. بون لونترينور او ديبي كان معايا هكذا، من بعد ولا معايا هكذا. سيتادير كان معك ولا هكذا ولا معك هكذا؟ فوالا كي نبداو في كوب دافريك وكوب دراب كنت نلعب، كوب دافريك وكوب دراب نلعب، ومن بعد ندخل شامبيونا لي كات ماتش الاولين ما لعبتهمش، جيتي ميم با في لي 18. فوالا من بعد هذيك الحاجه اللي خلاتني واش ترى واش ترى اشاك فوا جي سي دو سافوار بوركو. لا بروميير فوا هضرت معاه قال لي جو سي تورني ليكيب باسكو كوب دافريك كوب داراب شامبيونا دونك لازم، وفي البوست اللي راك تلعب فيه يا دي كونكيرون دونك. انا نتكلم على كي فروجي اللي نشوفوا الصوره تاعو، ممكن يتبعونا ما يعرفوش باللي مدرب اتحاد العاصمه هو كي فروجي. ومن بعد قلت له بالك بريمي ماتش لعبت دو ماتش كوب دافريك، دو ماتش 180 مينوت، ومن بعد نروبوزي. جامي شفت انا جوار يلعب 180 مينوت تروازيام ماتش يروبوزي، كونترير تروازيام ماتش يجيب كونفيونس. قلت له داكور، عاود له رحنا لعبنا كوب دافريك، دخلت عاود دارها بيا. ومن بعد لا دوزيام فوا ما درت معاه، لا تروازيام فوا كي درتها كي هضرت معاه تلمو ما قدرش يلقى لي زيكسكوز. الفات اللي قال لي هذيك الكلمه ما قدر، ضحكت خرجت من البيرو تاعو، قال لي لعبتها كيغويست. كي قال لي لعبتها كيغويست خرجت من البيرو صحيح فهمت، فهمت كلش. بديت في راسي بلي نكمل لالي ونروح، بديت نونتريني نخدم. بعد لحقنا الماتش كارت فينال كوب دافريك مع ليكيب ايجيبتيان، رحنا لتما سيتي با بريفي نلعب. ما بعد درنا ستاج دو 4 جور لونترينمون، جيتي بيان. بعد عاود نحا مع باش كون كان بريبارا يلعب، لحقنا لتما وليت لعبت، خسرنا 1-0. لعبت 70 مينوت هكذاك خرجني، كنت قادر نكمل ونماركي باسكو كنا دومينينا في هذيك لي 20 مينوت الاخرين، كنا دومينينا ليكيب ادفيرس. جينا لالجي، جينا نلعبوا، لعبنا في لابروف، لعبنا في الصيف، بريبارينا الماتش تاع الصيف. جيتي با كونسيرني باش نلعب تيتولار فون كونت 18، دونك خسرنا 1-0. دونك باش تولي في السكور سي با ديفيسيل، 1-0 باش تماركي في ستادك مع لي سيبورتور تاعك شي حاجه صعيبه، تماركي 1-0 خاصة بعد سنة. سجلت في الدقيقة 60 يعني كان مازال على الأقل. نهضر على كارت فينال كوب دافريك ماشي كوب دراب. صح. بعد كنا 0-0 دخلنا ماركاونا ليكيب تاع مصر، دونك تو اوبليجي 70 مينوت هاك دير شونجمون. دونك نوضت انا وشريفي في الماتش هذاك 45 مينوت وانا شوفي ما دخلنيش، غاتني الحال لا فيريتي الماتش هذاك باسكو انا البرومي جور اللي جيت لوسما جيت على جال كوب دافريك، جيت على جال كوب دافريك وعلى جاب لي على جال لي تيتر. باسكو لو كان ما جي لو كان بيا نلعب نقعد في الموب، انا حاجه ما تخصني في الموب، وكنت رواف بجاي الحمد لله. جيت لوسما باش نبروغريسي وندي لي تيتر منه. من بعد حسيت باللي بالاهانه ولا شويه. فوالا من بعد ولينا ابري كوب دافريك اللي تي اوبليجي باش يلعبني، لعبني بارادو ربحنا، عاود لعبنا ديربي مع مولوديه ما لعبنيش، ومن بعد ديربي اديس مولوديه ما ربحناش، رحنا للسي ار بي شافي عليهم بيان. رحنا للسي ار بي دونك كانت لابريسيو عليه باسكو ديربي هذاك ليكيب مولوديه اديس وكانوا في لي موفيمون تاعهم وحنا كنا في التوب وما ربحناش. ومن بعد رحنا للسي ار بي كان هذا الجوار اللي قلت له علاش ما دخلتوش الديربي، ها ولعب لعبوا لعبت ماركيت ربحنا ربحنا، جبنا الموب جبنا الموب ماركيت وربحنا دو باس ودر دو باس ديزيف. رحنا للبلعباس عاود نحاني لي جوار ما امنوش بلي عاود نحاني، فهمت؟ عاود جبنا وين ديسيديت فريمون نروح لا ديسيزيون تاعي الماتش تاع جي اس كا، تاع جي اس كا بالك انا لي ماركيت ماتش لي 3 بوان بورتوت في لا فازالي بالك يقولوا انا جبتهم. الماتش هذاك سيتي با بريفي نلعب، كان رايح يلعب سعيود، ومن بعد سعيود تبليس في لا كويس تزير في لا كويس تاعو ما لعبش. دخلني قبل الماتش قلت له ما نلعبش الماتش هذا باسكو كي تشوف الماتش اللي درتو في مديه وربحنا الوغ سي البرومي فوا وين يلعبني في البوست تاعي. ملي جيت لوسما سي البرومي ماتش وين نلعب في البوست تاعي في مديه نلعب كوم مينور دو جو.
ومن بعد ربحنا طروا افنديه دخلنا للجي اس كا باينة بلي نلعب باسكو ليكيب ربحت ما تبدلش سي توتا في نور ما تبدلش ليكيب شوش با ليكيب كي كان وهكذاك نحاني في لونترينمون حتى تبلي سعيد باش لعبني ماركيت ما هذاك الماتش ديسيديت نروح ميم سي البريزيدو حدا شاك فوا يقول لي ما تروحش كونترير حاب يرونوفلي مي انا قعدت انسيستيت على الديبار تاعي باسكو شفت بلي اقرائي هنا ماشي انا الله يسهل عليه هو اونترينور عنده لي شوا تاعو وتقبلتهم بصح سبورتيف مون تقبلهم صح اونتي سبورتيف ما نتقبلهمش فوالا وشحال سمحت في لي سالار باسكو حنا سي مود دوكا محمد غساني وسي الحبيب بن علي اللي يروح يفيت لو كلوب لازم يسمح في دراهم شحال سمحت 3 mois باش لو كان ما سمحش 3 mois هذوك باسكو ما على بالي بلي ما يعطيوليش كوارتي لا بروف ديرني مينوت في التليفون مع السكريتير ما تعطيلوش ريزيليياسيون دو كونترا حتى يسيني قلت له نريزيلي لك خويا ماشي بروبليم الدنيا هذه ماشي هذا في التليفون فوالا واحد يعيط له دونك انه مام بورتو في ليكيب سور يقول له ما تعطيلوش ريزيليياسيون دو كونترا حتى يسيني لك هذاك باسكو في نوفال لوا واقيلا دوكا كاين ان بابي لازم تسينيه باش يعطيك ريزيليياسيون هذيك. انت تو بونس كو هاد المؤامره يعني المؤامره ضد يايا فوزيه يايا افتتاح العاصمه غير من كيف خوجي ولا كاين ممكن؟ نو كاين اللي موراه باسكو هذه باينه باسكو انا ديجا انا مع لونترينور بيناتنا غير بونجور ما بيناتناش حاجه كيما دي جوار واحد اخرين يهضر معاهم يقصر معاهم يضحك معاهم انا جي با بوزوان يضحك معايا ولا يقصر معايا جوست كون كوراكت معايا كيما كنت انا كوراكت معاك لعبت مليح ونحيتني وما درت لكش بروبليم كنت قادر نلعب مليح تنحيني ندير لك مشكل فهمت جامي ينحيني جامي درت جيست ماشي مليح ولا جامي شكون اللي يسير شكون اللي الانتوراج تاعو دي سالاري كيما انا في لوسمون سالاري كيما انت في لوسمون فوالا سيتادير هما لبالهم برواحتهم ومام كاين دي جون هكذا ما نعرفهمش انا جامي داصرتهم عام ونصف في لوسمون جامي داصرت انسان لي دور في لونتوراج هذاك جامي جامي باسكو انسان انا شوي نجي لونتريني ونروح لداري راح نقول لك واش تظن في هذا واش تقدر تقولنا على هذا الشخص شخصيه انا لونتريني بون هذا تكلمت لنا عليه بون ميلود دابور ميلود حمدي ومن بعد ندوزو سي ان اونترينور تري جونتي وليد فاميليا يعرف يهضر مع لي جوار مربي و جو بونس الحق حتى فينال ليغ دي شامبيون على لوسمون دونك هو اللي سبقني لوسمون نحيه بالمناسبه تحقر هو داني تاع فيراي فيراي هو داني تحقر في العاصمه بيان سور الصوره الاخرى سجل سي ان فو راح يقولنا على سي ان فو سي جاك حكم ليكيب في لي مومون ديفيسيل وقدر يروح مع فينال كوب دافريك دونك علاش قلت له سي ان فو؟ باسكو يدير صوالح دي فوا باسكو صوالح ما تقدرش تهضرهم في التلفزيون مهبول مي ما تهضرش خويا حوايج ملاح يعني لا وي الحمد لله ما شاء الله الناس ملاح ويحب يقصر دوماج ما قعدش في الموب باش يزيد يكمل باسكو راح هو حكمها في المومون ديفيسيل وزاد راح في لي مومون ديفيسيل هو تاني صرا له مشاكل مع الاداره صرا له مشاكل بينه وبين الاداره دونك هذيك اللي خلاته يروح ولا الميريت يوصل نهائي كاس افريقيا مع مولوديه بجايه صوره اخرى حسن صرار هذاك الجيري كاع تعرفوا دونك خدمنا انا وياه وي موا في اسمو جو بونس وي موا وي موا فوالا جمعتنا ليسما فوالا جمعتنا ليسما وي موا فوالا ما كانش كونتاكت بزاف بيناتنا دونك صباح الخير دي فوا يقول لي ام كي قبايلي فوالا هذا واش كاين مي سون بلوس سون بلوس ما كان والو بيناتنا فوالا هو يخدم في ليسما وانا خدمت في ليسما لا هو اللي سيني كونترا اكزاكتومون جوار هو سيني هو سيني افتتاح العاصمه سيني انا ثاني دونك انسان يقعد نحترمه يقعد انسان معروف في الكره في الساحه الجزائريه في الكره الجزائريه
Donc, est-ce qu'il a rien fait pour te retenir? Il faut لازم تبوزيو له لا كويستيون ليه ماشي ليه. بصح الفريق راه مليح معاه. فريق راه مليح. فريق راه في المرتبة. ما انا خليت لي سما 7 بوا دوكا راهم 4 بوا. صحيت. فوالا. نعم. فوزي يا انت كنت. تفضل وي بيان سور بيان سور. انا كديري لها. صح صح اسمح لي. بالنسبة لفوزي برك انا كل حال لعبت كونترو وكنت نتابع فيه. من افضل اللاعبين اللي كانوا العام الماضي في اتحاد العاصمه وتمنيت انه يواصل اكثر في اتحاد العاصمه خاصه بعد رحيل ممكن الوشيك المزيان اللي راح للامارات انا جو بونس با جو بوز لا كيستيون علاه نجيبوا ان جوار اللي من بالك ما يتاقلمش مع كره القدم الجزائريه الليبي لافي اللي بالك مازال ما لقاش لي روبير تاعو في اتحاد العاصمه ونخلو ان جوار بالك في لو ميم بوست و في لي ميم بوست منور دو جو يقدر يلعب ا غوش يقدر يلعب ا دروات لي مد بالك احسن منه ولا كيما هو في الفريق هذه لا بريمير كيستيون لا دوزيام كيستيون علاه ما دار والو المدير العام تاع اتحاد العاصمه مع المدرب في لاعب كامبيلي تاع ليكيب العام اللي فات ضم اللي كان على الاقل اجدر انه يتلاقاو في ثلاثه ويحطوا لي بوان سي لي زي النقاط على الحروف فريق اتحاد العاصمه مقبل على كان العام اللي فات على كل حال مقبل على بزاف المنافسات الافريقيه لاكوب شامبيونا كان الاجدر انه يخلوا لاعبين كما هادو ممكن بالك انا كنت نتمنى انه سعيود ثاني يريح لكن سعيود كان عنده مشاكل واحد اخرين اكثر حاجه واحده اخرى ممكن بالك سمعتها وشويه في كلام فوزي انه الذهب تاعو وسمح له انه يروح انه كعاد الاتحاد العاصمه ما عنده ما يلعب في الست اشهر اللي باقيه ما عنده لا كوب دافريك ما عنده حتى حاجه ما عنده غير شامبيونه عنده بطوله يعني 4 بوان يقدر ممكن يطبع ممكن يقدر يدي كاس يقدر يدي الشامبيونه يقدر يوصل بعيد في كاس الجمهوريه لذلك بالك فوزي خلاوه يروح بسهوله هذيك كنت اتمنى انه يقعد اكثر في اتحاد العاصمه فوزي يا هاي انت متفائل بفوز اتحاد العاصمه بالبطوله هذا العام بون ليسما دونك لعب 18 مو معاهم دونك انا نتمنى لهم ان شاء الله يكملوا هكذا ومتفائل باسكو شامبيونا مادام ما عندهمش كوب دافريك وما عندهمش كوب دارب اللي تجينيهم ولا تطيح عليهم لا فاتيك جو بونس كاين ليفيكتيف اللي يقدروا يكملوا بهم في المستوى هذا انا جو بونس نرشحهم يديوا اللقب نعم ونتمنى لهم ان شاء الله يديوه بوركو با كلمة عن اختيارك لامضائك في نصر حسين داي وعلاش هذا الاختيار؟ لان كان عندك ايضا شباب قسنطينة كانت عندك اندية اخرى والله واش نقول لك سي فري جي ريسي با بلوس دو سي كونتاكت ميم لا تونيزي و ليكيب الاخرى كاع اللي دخلت في لا كورس سموحه تاع مصر دونك باش تبدل تروح لترونجي حاجه قليله ما ماشي حاجه دونك من في السعوديه ما كانش عندي بزاف الوقت باسكو ديت الكوارتي في المومون ما كانوش جاي يستناو فيها باسكو ميم لي زيكيب هادو لي اتصلوا بيا ما كانوش مامنين بلي ديت كوارتي من ليسما مي واش نقول لك الناصريه كان ما نكذبش عليك البرومي جور اللي رفدت كوارتي ما كانش عندي مع حتى كونتاكت ايكيب اللي كنت حاب تتصل بيا هي ناصر وعلاش؟ ناصر حسين باسكو كنت حاب نقعد انا في الجي باسكو الجي لا فالور تاعك تقعد هي وزاد هما عم رايحين يلعبوا عندهم ماتش كاليفيكاسيون ان شاء الله يتكاليفيو ان شاء الله لي جروب دونك وزاد ميم لونتوراج تما نعرفه فهمتي لعبت سي موا تما لا بروف الجو اللي سينيت شفت الانصار كيفاش يوم يهضروا عليا ومتفائلين بيا دونك سي ان بليزير بو موا وان شاء الله نقدم الاضافه للفريق هذاك باسكو سي ان كرون كلوب ان شاء الله سي ان كلوب اللي يستاهل يروح بعيد في كوب دافريك وان شاء الله يتكاليفيو في الماتش هذا باش ندخل معاهم في لي جروب ان شاء الله نعم لان ما عندوش الحق باش يلعب في المقابله القادمه لكن من لي بول ان شاء الله يقدر يدخل ويا محمد فوزي اذا ممكن خساره للاتحاد العاصمه بيصير انا شفتها شحال مره يلعب في مع اتحاد العاصمه تكنيسيان لاعب مليح انا ما كنتش عارف نكذب عليك حتى قال لي عمار بلي
وانا نظن باللي راح يكون فائده في الفريق ناصر حسين داي. نعم. ولاعب من اللي ما يندموش عليه. نعم. ان شاء الله. والجمهور اللي ما يعرفكش ما على بالوش باللي انت من خريجي مدرسه شبيبه بجايه، لكن لعبت في مولوديه بجايه ست سنوات. ما حبش يقول بلي انا مش ما حبش يقول هو مش شبيبه بجايه باسكو المهم ما يحبوش انصار تاع مولوديه بجايه ما يحبوش كي يقولوا انت. لا ما يحبوش باسكو الانصار تاع مولوديه بجايه يقول لك يا وليد الموب. وصح في الباركور اللي درتو في الموب ما مانا نحس روحي بلي وليد الموب. وحاجه ممكن نقولوها ان في شبيبه بجايه ما قبلوكش يعني انا زاك حوزوك خاسك. فوالا من داهم دناهم راهم مندمانين دوكا جو بونس على بالي بلي راهم مندمانين. تخي بيان حنا نتمناو لك حظ سعيد. نكملوا نقولوا لجمال التلمساني. جمال التلمساني حنا قلنا لك باللي اليوم عندنا دي تخوك غاغ ليك نتايا وعندنا واحد الفيديو جابها لنا الزميل شعيب كحول بوس غتلقاها في حتى بلاصه بالك بون ميزا بار في التلفزيون الجزائري بيان سور في لي زارشيف. شوف هذا الفيديو تاع جمال المساني مي فريمون فريمون في لي ديبي ديالك. شوف معنا كي كانوا كي ولا فيما يخص شباب بالكور حارس المرمى عبروق رقم 2 عمار 3 دحماني 4 شقرون 5 مدني 6 حميتي 7 طالبي 8 مساهل 9 طهير 10 سالمي ورقم 11 تلمساني رقم 12 حماي 13 إغيلي. ثلاثي المهاجم نتاع اتحاد الصحة العلوي في الوسط قائم دور كذلك لحد الآن هام بوغندورا مريدا حميتي من اقدم العناصر في فريق تسبيحه ومعنويات مرتفعه ولو انهم يخصوهم عناصر ملاح مثل سعدان ليشكو من مرض وكذلك اكلي وبن تركي. اما فيما يخص شباب بلكور معروف ان العناصر البارزه تنقص مثل سالمي وعمار وشقرون رقم 9 فيما يخص حميدي عيسيو عيسيو الحكم كان صفر لصالح عليلي طاهر طاهر لتلمساني من جديد يوجه القذفة نتاعو الجانبية وهدف ثاني حريوة تلمساني. سنشاهد الإعادة في الدقيقة تقريبا 20 بالبحري وتلمساني كانت موفقة لصالح شباب بلكور وخصوص المرونة والقوة نتاع تلمساني. شاهدوا كيف خصوص وأن والي ما أعطاش كما كان بصراحة جمال جامي شفتهم هذوما والله جامي مين جبتهم هذوما؟ احنا عندنا كازيرن سكريت كافيرن بلوتو كازيرن كافيرن سكريت كافيرن دالي بابا وسمع صافي بليزير والله تعاودي تشوفي كاع لي سوفنير هذا وشفت من كانوا يلعبوا محمد ها كنت عمر شتي راه كيما شتي راه كيما والبالون والصباط و عاد باقي الكويس عبد الرزاق زواوي كان في التعليق حييه بالمناسبه عبد الرزاق صراحه قامه من القناه كان مدرسه هو ايضا صافي بليزير يعطيك الصحه وش هما لي بروجي تاع جامعة المساني؟ اسكو لو كان يعيطوا لك لو كان يفرون واحد يفا فيغ ابيل اتوا في الفوتبول ناسيونال تو فا ريبوند بريزون. يا با بروبليم. بيان سور بريزون. جو سري بريزون وافيك بليزير. كي مابيل برك. جو سوي لا. ميم غراتويتمون. ميم غراتويتمون. ما كاش بزاف اللي يلعبوا باطل اللي يخدموا باطل في هذا الوقت صح ما كاش بزاف لا جونيس اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله افيك لي جون افيك بليزير كاع بور لي جون. وحنا دائما في حصتنا عندنا نغوبغيك اللي نفكروا بها ناس ولاعبين سورتو اللاعبين اللي كانوا في البطوله الجزائريه واختاروا انهم يهاجروا للغربه. اليوم اخترنا باش يكون لاعب يعني قرر الاعتزال
في سن 29 سنة، قرر الاعتزال في سن 29 سنة ببساطة لأنه كره كرة القدم الجزائرية. سليم حنيفي، سليم حنيفي اللي كان لعب في شبيبات القبائل وفي أندية أخرى، فوالا في شباب بلوزداد، في رايد القبة، في نعم في عدة أندية. شوفوا واش يقول لنا سليم حنيفي، وين راهو شنو يدير؟ شوفوا معنا ناس الغربة. السلام عليكم، سليم حنيفي، عايش في فرنسا في باري، وين طلعت لهنا صافي واحد العام ان شاء الله والحمد لله يا ربي. وعلاش ديسيديت نكيتي الجزائر؟ سي بيغمون فاميليا، سي فوالا العائله ديالي وين تزوجت، والمره كانت طاسان، دونك فالي نخير بين الفوت ولا بين الفوت ولا فامي، وجي في مون شوا باسكو انا ليا العائله سي لي بلوس امبورطونت الفوت et tout. Il faut être déjà mettre dedans. Je mets la famille à l'indom. Pour l'instant, je regarde pas mon choix ou Rabbi Dom, Inch'Allah. Quitte l'art, c'était un peu difficile parce que c'est un monde différent. Bien sûr, en France, ça marche kiff kiff. Après, il y a un autre et tout. Et mettre le lait, le mardom, tu viens profiter, tu viens de madame qui est enceinte, ou madame juste après, ou les dizaines. Donc, profiter, t'as animé à ou les délais. Rabbi Dom, Inch'Allah, ou Rabbi Rizq. قال المؤمنين بالدراري باسكو سي ان بونور على كل على ربي يرزقهم، ما يقدروش ان شاء الله ربي يرزقهم. ودوكا راني خدام والحمد لله يا ربي، وربي يدوم ان شاء الله. ريسبونسابل دون فوت ما يقبلوهاش، عملت لهم دراهم وما لي حاكمين الدنيا. كانت عندي المونتاليتي وين انا ما تعجبنيش حاجه نهضرها، والناس ما عجبتهمش، وعلى بيها حبس كرهت من الفوت هذايا. كي يكون عندك دي برانسي في الدنيا هذه ما تقدرش تمشي لك، تخلص تحت تطلب حقك يديروا لك مشاكل، تشوف عفسه ما تعجبكش تهضر عليها يديروا لك مشاكل. دونك انت ما تقدرش تعيش بالتربيه اللي عطاوها لك والديك ولا بيرسونيلمون. انا مشيت راجل مع كاع الناس والحمد لله، ما غلط مع حتى واحد من الناس، غلطوا معايا ومسامحين الدنيا واخر على كل حال. سيتي لاني اللي جوجتها في شبيبه القبائل، وين سي ان غون كلوب على كل حال. ملي كنت صغير وانا جيت ان سوبورتور تاع جياسكا، نحب هذا الكلوب، وجوجت اون اني جي لا شونس نسيني هذا لو غون كلوب على كل حال. جيت لا بروميير اني اللي عدت فيها، وين جي تيرميني ميور بيتور ميور جوار دو كلوب، و تما لي البوبليك على كل حال الجيري عرفني كي كنت في جياسكا. والدوزيام سي لاكسيسيون اللي درناها صافي دوز اون ايدمي مع le RC Kouba, oui c'est mon club formateur, les Rabani, les Trapid Fer, les... فيها وشبيبة القبائل نسلم عليهم بزاف، وربي يوفقكم على كل حال ايميسيون، ونسلم على كاع لا فامي ديالي، ونطلب ان شاء الله يما مريضه ربي يشافيها ان شاء الله، ان شاء الله دعاويكم ثاني باش ربي يشافيها وربي يشفي كاع المؤمنين ان شاء الله، وطلع في روحتكم. السلام عليكم. سليم حنيفي اللي نحيوه بالمناسبه ونشكروه سيختو على الكلمه اللي عطاها لنا الغير فوتها، وتكلم على شبيبه القبائل وباللي هذا النادي هو اللي يحبه. وشبيبه القبائل انصار يقولوا باللي دائما ما تحبش تجي تلعب في جياسكا، اسكو صح؟ نو ما كانش من هذه، ما حبيتش نلعب في جياسكا، كونترار جياسكا كاع القبائل وكاع قبائلي يتمنى يلعب في ليكيب هذا، باسكو جياسكا سي ان سامبول في الجيري. C'est le meilleur club en Algérie tous les temps. Le problème, c'est que les dirigeants, j'ai fait deux fois. Une fois, c'était en 2012. En 2012,
عيط لي قبل ما نسيني في الصيف في هذيك لا بيريود، عيط لي قال لي تجي دو ماشي بروبليم قلت له نتلاقاو، قال لي نطلع لفرنسا نولي نهضروا، قلت له داكور. طلع لفرنسا 3 جور سنيتو 4 جور سنيتو 5 جور سنيتو والميركاتو قرب يخلص، قعدت واقيلا 5 ايام. سيد راح لفرنسا ما عيطليش ما عاود لي. دونك انايا كان عندي لي كونتاكت، كان عندي المومو هذاك لامسيا سطيف البرج لامسيو جي اس ام بي، خيرت سطيف، كنت نستنى جي اس كا خيرت سيف. دوزيام لا دوزيام لا دوزيام فوا اون 2015 كنت فاند كونترا في الموب، دينا كي دينا كوب دالجيري كنت فاند كونترا، عيط لي دودان، عيط لي دودان قال لي نهضروا، قلت له ماشي بروبليم، قلت له جي اس كا سا سو ريفيز با تنهضروا، عيط لي ليا جالب جاية جالب جاية تلاقى مع رحال لا بروف، رحال سينيا في لا بيريود هذيك مع اللي نحيه بالمناسبة سينيا مع جي اس كا. انا ما عيطليش، كيفاش تقول لي انا نرفز جي اس كا؟ الا تقول لي بلي انا نجي نقول لك نلعب في ليكيب تاعك هذا ما نقدرش، باسكو يعني نعرض الخدمات تاعي ما نقدرش انا نعرض الخدمات تاعي. هذا الميركاتو جي ريسي بوكو دو ميساج لي سيبورتور تاع جي اس كا، ميم لي سيبورتور تاع الموب، ما نقدرش انا نقول لجي اس كا عيط لا بروف. انا على بالي بلي كاين واحد ديريجون تما نعرفو، عيط لصاحبي اللي بجايه قال له اعطيني النيميرو تاعي، يا عطالو صاحبي النيميرو تاعي، ماشي ما عطالوش النيميرو تاعي. الو الكلمه انا الميركاتو عندي 5 جور في يدي، وفي 5 جور هادي والله جي باسي لا سيمان بلو دور دو ما كارير لا فيريتي، باسكو عنديش عنديش لا كارير تاع في حياتي ما درت مانجا. انت يعني انت تريتي انا نهضر معاه ودي فوا يكون معايا خويا. دونك في الخمس ايام اللي كنت لي فيهم حتى مسؤول من شبيه القبائل ما يطوليش، ومن بعد وانا كومام شويه كابيل كاين ناس نعرفهم في تيزي وزو وجابوا لي جي دي رومور كونكوا يا دي سيبورتور، قال لهم علاش ما تجيبوش هيا، وقالوا هذوك لي ديريجون قال له كونكوا هو اللي ما حبش يجي. وانا ما كانش باش هذه ماشي باش نوضح برك الانصار تاع شبه القبائل، كونكوا لي ديريجون تاع جي اس كا زون جامي افونسي افيك موا في لي كونتاكت تاعهم. طبيعي ميساج روسو. وسي الحبيب العلي ما عندكش علاقه فقط مع كره القدم ولا مع الرياضات، عندك ايضا علاقه مع السياسه. يعني السياسه طبعا ما كانش نقول صدفه، انت عارفه في العشريه السوداء كانت هجره كبيره لاصدقائنا وزملائنا، كان في فراغ، فالمسؤوليه كان لازم نتحملها. كنت مدير حمله الحمله الانتخابيه للرئيس الرئاسيه تاع 99، شرفت على الجانب رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه، فاستقبلت كل البريزيدونسيابل الذين كانوا مرشحين للرئاسه، منهم طبعا رئيسنا الحالي اللي نتمنى له الشفاء. نعم وعندنا صوره على الفوتو ليكزيست. مسؤولية ككل المسؤوليات، يعني كانت تجربة ثرية، تعرفت على رموز الجزائر آنذاك، المرحوم أيت أحمد، الخطيب عبد العزيز بوتفليقة، جاب الله كل واش تقدر تقولنا على السياسيين هذوما؟ والله طبعا كل واحد عنده 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 شخصيته، كل واحد طبعا اللي كنت كفني هناك، كنت يعني بين قوسين كتكنيسيا، ما كنتش يعني عندي ميول لشخص على اخر. طبعا ككل جزائري صوت على من اراه الامثل، وهذا من حقي من جو، لكن يعني كانت لي فرصه اني تعرفت على ناس يعني بصراحة في المستوى. وعندنا صورة أخرى لا فيغ بليزيغ جو بونس لكامل الجزائريين، باسكو هذه القضية ما عندناش وصل عرفات. مع نرحم على محمد الله يرحمه، محمد صلاح صلاح الله يرحمه، اللي غادرنا. طبعا نرحم كذلك على ياسر عرفات اللي غادرنا، على السيد المرحوم عرفات كان رمز كذلك من رموز الكفاح التحرري. الصورة هذه في 85 84
84 كنت عينت لي أرافق المنتخب الجزائري، كان سعدان مدرب اللي نحييه كذلك بالمناسبة. لعبنا في تونس، فزنا ب4-1 في تونس. كان جا تيلاكس للتلفزيون التونسي يطلبوا مني من خلاله، كان مديرنا ذاك الوقت عبد القادر الله يذكره بالخير إبراهيمي، طلب مني أني نتابع المسار تاع عرفات. ليش؟ في ذاك اليوم بالذات كان يوم جمعة، احنا كنا في التدريب مع المنتخب ونصوروا لأنه كان فيه مراسلة في المساء، وسمعنا الإسرائيليين طائرة إسرائيلية قنبلت البيسي تاعو المكان ياسر عرفات. كان هذا في مدينة اسمها حمام الشط ضواحي تونس. فكل الوكالات قالت أنه عرفات انتهى لأنه ضربوا المقر تاعو بالذات يعني. لكن عايش في تونس هو؟ أي كان المقر منظمة التحرير في تونس. في تونس طبعا الأقربون من عرفات عرفوا اللي عرفات ما كانش موجود في ذيك اللحظة بالذات، كان عنده تعزية ومش عارف. نعم. كان المهم خرج في المنزل في ذاك التوقيت، خرج من المقر تاع من المكتب بتاعه، والقنبلة صارت بعد يمكن 5 دقائق ولا. فكل الوكالات قالت عرفات انتهى. نعم. واحنا بعدين جانا الخبر اللي عرفات على قيد الحياة حي. طبعا الاخوه في تونس كانوا يتعاملوا مع تلفزيون عطاونا كل الامكانيات، كاميرا وصوت الى اخره، ومشينا نتبع في عرفات من مكان لمكان ليله كامله، حتى خذينا لقينا عرفات. يعني قصه طويله، لكن وصلنا وكان لي معاه حديث. اول صوره تطلع من التلفزيون الجزائري وعرفات حي يعني تصفيقها كل يعني حتى في يعني سيتي سكوب سكوب وي سكوب ذاك الوقت يعني كان. فجمعتني به يعني الصدفه. وش غلط قلنا في كلمه عن المرحوم ياسر عرفات؟ عرفات كان رمز للكفاح، هو دائما يقول انا انهل من الثوره الجزائريه، من كفاح. نعم. الثوره الجزائريه يبقى دائما رمز، ويبقى دائما موجود في اذهاننا وفي اذهان كل الذين يناصرون الشعب الفلسطيني. نعم، في الصورة هذه كان أيضا الزميل فيصل حفاف. نعم، وعدنا ليك أيضا أمتي ميساج لزميل عملت معاه بزاف، وحب يبعث لك كلمة. مرحبا. شوفوا معنا واش يقول هذا الزميل الحين بيان سور تعقلوه كامل. شوفوا معنا. مرحبا الجزائري الشقيق، أحييكم مباشرة من في آي بي البئين، وأحيي زميلي وصديقي ورفيق الدرب الحبيب بن علي حبيب. إذن هذا هو، لا أدري هل أنت متقاعد أو متقاعد، مهما يكن نحن أيضا يأتي علينا الدور وسنلتحق بك إن شاء الله قريبا، لكن لن ننسى الأيام الحلوة التي قضيناها معا، بداية بمباراة مصر والجزائر في القاهرة عام 1989، والأحداث التي وقعت في الفندق بعد نهاية المباراة رغم فوز المنتخب المصري، وقصة جون غابان أيضا يمكن أن تحكيها أنت الآن في الاستوديو. جون غابان زميلنا التونسي، وأيضا ما حدث في الفندق في شيراتون هيليوبوليس والصدمات، وكم القادري الحارس الثالث في المنتخب، ونحن متسامحين مهما يكن. وأيضا لا أنسى أبدا بطولة أمم إفريقيا 90، حيث كنا معا ومع الزميل أيضا محمد في مدينة عنابة، وطبعا كنا مكلفين بتغطية المجموعة الأخرى غير مجموعة الجزائر التي كانت في العاصمة. أذكر أيام كثيرة أيضا، خصوصا الأيام التي قضيناها هنا في بئين معا، وأيضا اليورو 2008 في سويسرا والنمسا. إذا أيام طويلة، تعلمنا منك الكثير، كنت قبلنا في التلفزيون، نشهد لك بهذا ونشهد أيضا بأننا تعلمنا كثيرا. الأخضر كان من الزملاء يعني المتألقين، اشتغلت معه بالتلفزيون الجزائري، ثم كان أول من صدرنا إلى كالمحترفين يعني، مشى للـ MBC
وتشاء الصدف فنلتقي به في الجزيره الرياضيه ثم البين سبور. يعني يبقى دائما رمز للزميل صديق يعني طيب خلوق ومتتبع حصتنا خاصه لان حيي بالمناسبه ان شاء الله. واحكي لي حكايه جون قباس يا الحبيب. هذا هذا اخ تونسي من تيمي من توات من مش عارف توات بالضبط حتى لا 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 ما يزعلوا عليا الاخوان في الصحراء. اصله جزائري جزائري دم وعرق من المغتربين الذين فضلوا تونس ومن الجزائريين الذين يتابعون الصغيره والكبيره للمنتخب التونسي. وعلى فكره كثير من الاخوان الاصدقاء توانسة درسوا معنا هنا بالجزائر لانه الجامعه الجزائريه كانت مفتوحه على الاخوان في تونس وفي ليبيا وفي وانت زدت في تونس. نعم. سي الحبيب ناري. نعم واتشرف بهذا لان لي اصدقاء دراستهم في الجزائر خلتهم اقرب الى المنتخب الجزائري من المنتخب التونسي. كاين اللي يشاركوا او يتابعوا المنتخب الجزائري اكثر من المنتخب التونسي. فالزميل مشى معنا يعني كل الرحلات على المنتخب يمشي وهو كان تعرض لاعتداء يعني اقول اعتداء يعني لا يليق بالشرطه المصريه. يعني ضربوا الشرطي براسه فتح له الجبهه نتاعو. اي ف يعني بكامل الحسره قلت له ليش تبكي؟ خلي مش على الضربه نبكي لان خسرنا المباراه وحقرونا. تحيه لاشقاء تسليم. وراح نفكروه في الجزء الثاني من الارشيف الغني تاع الحبيب نعلي في التلفزيون الجزائري. نشوفوا قبل ما نشوفوا لا روبريك تاعنا لايتسنا فينا واللي تحبوها تزيفو شوفوا معنا كي كانوا كيولا سي الحبيب نعلي. ضربة جزاء لصالح المنتخب الوطني الجزائري وأول هدف لصالح المنتخب الوطني. أول هدف لصالح تزيري ولصالح النخبة الوطنية في الدقيقة 17 والجمهور يهتز له كل الحق في ذلك بعد ما تقل لخمسة جويليا لمؤازرة ومناصرة المنتخب الوطني الجزائري. تزيري بلال إذن هدف أول الدقيقة 17 عن طريق ضربة جزاء شرعية كما شاهدنا بالصورة البطيئة. نطلب من زميلي المخرج يعيد علينا اللقطة هذه. اللقطة حمراوي هو اللي دفع شعيب شوف محاولة تضيع الوقت ترك الكرة في خارج الملعب. أخيرا يقوم بتنفيذ المخالفة البيئية. مدربي سطيف وتيزوزو يقيمان هذا اللقاء الضعيف في جميع فتراته. شبيبة بجاية بن ملاط فريد أمعوش عبد الحكيم جيلاني زمير عوامر محمد هبري كمال بودحوش عبد الغني بوكماش اسماء إسلام بن ناصر محمد فريد بن شيخة رياض بن لطرش مولود وزونجو إينوسا موالي من بوركينا فاسو في صفوف شبيبة بجاية. وهكذا حتى الحيوانات البرية أصبحت تجول وتصول على أرضية ميدان بومرداس. روض أشياء مثل هذه لا يمكن قبولها. غريبة أطوار كرتنا. نعم وتوكا سي الحبيب العلي كان عنده شجاعة باش يقول باللي مقابلة ضعيفة في جميع النواحي. حقيقة يعني شوفي في مباريات يعني بطولتنا حتى نكون منصفين يعني ممكن نشاهد مباراة مليحة في العام في الموسم كامل. هذا رأي على كل حال وهذا ما ينقصش من قيمة اللاعبين ولا من قيمة الأندية لكن علينا نرفع من المستوى.
سي الحبيب العلي سؤال اللي انا يعني حبيت كما يقولوا يما توجور يما توجور فوني على الاسبري وعلاش الحبيب العلي في بين سبور كنت ما كنتش تعلق على البطولات الكبيره يعني انجلترا وكاع كنت تعلق على البطوله الهولنديه وعلاش لماذا في انا لما مشيت لبين سبور ما عملتش عقد باش نعلق على المباريات الكبيره ولا الصغيره انا كمحترف كمعلق نعلق على كل المباريات وما فيش مباراه كبيره ومباراه صغيره في بطولات بطولات ما ايه ايه ما فيش البطولات طبعا اختيار المسؤولين علقت على داكو. علقت على كثير من الـ من الـ علقت على البطوله الاسبانيه الانجليزيه الهولنديه تبقى من اجمل البطولات من حيث النوعيه البطوله الفرنسيه الاسبانيه يعني تقريبا الايرلنديه تنوع كل البطولات علقت عليها قولي لي مباريات ممكن اختيارهم لشخص ما على شيء هذا شيء كما قلت الجمال بالنسبه للاختيار تاع المدرب هو ادرى بمن لا طبعا في الاختيارات الذاتيه في حتى هنا تدخل لكن هذا كل ما يمنعش اني كنت كمحترف نعمل كل المباريات بدون استثناء وكل الرياضات اللي هنا بالجزائر ما تنساش انا رحت من مدرسه حريقه بعد 29 عام علقت على لعب القوى علقت على الباسكت علقت على الهاندبول علقت على السيكليزم علقت يعني السباحه كل هذا اثر رصيدي في التعليم مؤسس القسم الرياضي الجزائري نعم فبالعكس انا لما مشيت للجزيره عملت اضافه للجزيره ما تعلمتش من طبعا فيه اشياء تعلمناها وطالما نعيش نتعلم طالما لكن الكنز تاعك كان في التلفزيون الجزائري في 29 سنه اللي قضيتها رصيدي بكل تواضع نقول قدروا نقولوا باين هما اللي استفادوا منك ماشي انت اللي استفدت والله هو في الحقيقه من المفروض يستفادوا من خبرتي لكن في اشياء يعني خليها للتاريخ هو اللي يفصل فيها يعني ان شاء الله كانت محطه من المحطات اللي اعتز بها على كل والان سي الحبيب علي قرر دخول رسمي ديفينيتيفمون الجزائر الانسان يعرف الوقت اللي لازم يتوقف فيه او ينسحب من الساحه لكن ممكن نساعد في بلدي ممكن التجربه المتواضعه ممكن نساعد في اي في اي اي مجال راح تكون محلل ممكن في استوديوهات في الخليج ممكن جدا ولما لا اذا كانت الفرصه موجوده مثل المحترفين اذا كان لوفر في المقام في المستوى لما لا انا نفضل نشتغل في 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 بلدي او من خلال قناه محترمه نقدم ما يمكن تقديمه للمشاهد الجزائري نورمالمون هذا واحد كيما هذا راهو في لا فيديراسيون دون سون وي التسيير في كلش يعني دون سون الى لو دو دون هو راهو في الفوتبول دوبي 40 عام 44 دونك هذا كيفاش راهو او في الخارج وعلاش ما يجيبوش لهنا ويدون صوني خيم اللي شفناهم في لافيديراسيون شفنا شكون لي تيت اللي كاين ما تشوفش حتى فوتبولور ما تشوفش حتى واحد اللي يعني راه في الميدان تاعو نعم بدون اطاله راح نستقبلوا لا روبريك اللي تسناوها في اخر الحصه كما في كل سهره جمعه في غير فوتها تزيفو مع نسيم جندا السلام عليكم مساء الخير مشيت لك شعرك بورت بونور الله يحفظكم بارك الله فيكم على هذا الحصه هذا البرنامج تاع اليوم راهو في قمه وكل كل فلاريجي يعني راهو مشروح والحمد لله لا دو بلوز اون بلوس كما يقولوا اليوم حبيت يعني نحلموا بصوره نديروا ان طابلو تاع تونس الجزائر والمغرب ينظموا كاس العالم سويا واش تقدر تمد لنا الصوره هذه تعطينا تقارب الشعوب محبه الشعوب اللي هي حقيقيه في الميدان تشوف الشعوب المغاربيه بين ثلاثه عندهم قلب واحد دين واحد وصوت واحد في كل مره لكن كاين ناس كيما السي لقجع اللي هو رئيس اتحاد الملكي المغربي اللي يفضل يشوف فوقه اسبانيا والبرتغال ويتجاهل شعور ولا احلام الجزائر وتونس اللي كانوا حابين ينظموا كاس العالم سويا لو كان نظمناها
كانت نعطوا صوره افضل للمحبه تاعنا والاخوه تاعنا ونحوا الحساسيات كامل. هو لا خير يشوف فوقه وما حش يشوف قدامه الجيران والاخوان. هذا هو اللي حبيت نقوله. تيزيفو بصفه اللي تعرفوها. تيزيفو تاعنا سي مجدار شوفوا معنا. كيف ننسى تلطمي بيد مكناس غربتي ومباتي بكاك للمضان. اشد العار عليكم يا رجال مكناس، مشات نيتنا في حماكم يا اهل الكرايم. واخا سيدي المغاربي افرح دابا انت والسبانيولي والبرتغالي وتفاهموا على الاجنبي وينعلبوا اتحاد المغرب العربي. اعطي بالظهر اللي ما عنده الزهر وخلي جارك غير ويتفجر كي يشوفك مع الاوروبي تفتخر وعلينا تتكبر. ارميت علينا الماء وحنا عم بالنا بيناتنا كلمه، وبالمجاوره والملح اللي كلينا حاجه ما تفارقنا. عم بالنا نتوما وحنا وخوتنا التوانسة كنا على مشروع واحد، اتحدنا واتفقنا باش نوحدوا شعوبنا في أمة واحدة. عم بالنا غير السياسة اللي تبعدنا، وظهرت اليوم حتى الكرة مخيبتنا ومفارقتنا. زعما الأنصار فرحت عندكم وعندنا كي سمعوا أن كأس العالم رايحين في رحبة ننظموها. شوية عندكم شوية عندنا وشوية عند خوتنا التوانسة، والفرح يلمنا والعالم كله يجي يزورنا ويحترمنا. كنا قادرين نعطوا أفضل صورة علينا وعلى تقاليدنا وعلى المحبة الحقيقية اللي تجمع شعوبنا. كنا قادرين نحقوا أحلام ولاد بلادنا اللي طول حياتهم يسمعوا في الدواس القديم اللي بيناتنا وما زالهم يتحبوا كي الخوة اللي فارقهم الزمان ومقاربهم الحنان. ولادنا حلموا وما زالهم يحلموا ويتزاوروا ويتعانقوا ويكسروا الحدود اللي مسدودة بيناتهم بلا ما فهموا. ولادنا خاصتهم المحبة والإنسانية ومشتاقين لالتفاتة أخوية تعود تجمعهم في بيت واحد بدين واحد ولسان واحد. اشد العار عليكم يا رجال مكناس وفاس، وما بقت فيكم ريحة الرجلة وتصرفتوا معنا كيف البهايم. احنا المغاربة البساطة في قلوبنا وعينينا، نبغيوهم كيما يبغيونا ونعزوهم كيما يعزونا. وحنا خوة ماشي عدوة وكل كلمة حنينة غناوها علينا قاستنا وزادت الاحترام بيناتنا. أما أمثالك يا سي القجع عارفين أن ما يجينا منكم غير التنفيق والخدع، أمور الطبيعة ما ينطبع، ويجي النهار وين عرشك يتزعزع وتربح النية على الحيلة وتشعشع، ويتحدوا الشعوب بلا حدود وأمثالك ياخدوا السقالي في الخدود. يكون راجل لورا بزاف على ترويس. تعليق ولا؟ والله هي احسن تعليق اللي سمعناه يعني. تفضل. يعطيك الصحة. بدون إطالة نسيم جندر. يعطيك الصحة يا نسيم. تروح مع الفريق ديالك وحنا حبينا نستقبلوا ضيف آخر يعني عاوننا بزاف باش راك معنا اليوم وهو الابن اللي عمل معنا في هذه الحصة عماد بن علي. دونك بدون إطالة باش يلعب معنا الكويز. يفا جوست شوازيغ ليكيب اللي يلعب معاه، يحب يلعب مع الاب ديالو ولا يلعب ضد الاب ديالو كيما يحب. تفضل معنا عماد. تفضل معنا. عماد بن علي خير باش يكون مع الاب. مساء الخير عماد. الو نبدا راح نبداو الكويز تاعنا. حاجه يفو با تعيطوا يا جماعه حتى المشاهد الكريم يفهم واش انا نقولوا داكور. ولما فريق يجاوب يكون عنده اجابه يخلي لا شونس للفريق الثاني ما يجاوبوش دو ريبونس. تقدر معك عمور وخسن قصدكم انتوما. الو راح نبداو سي بن علي وجمال باش يعرفوا لو برانسيب حتى يايا كاين تصاور دي فوتو. راح نطلب منكم شكون اللاعبين ولا شكون هذا اللي يقع. الاول اللي يجيب شكون هو اللي يفوز بالنقطه. اوكي اوكي الو نبداو بالصوره الاولى. شكون هذا اللاعب؟ يحيى. نو رزيوق. شكون رزيوق؟ نو شو رزيوق شي هذا عرفنا شي اسم نتاع اول. بون نعطيكم لو برينو. فيصل. فيصل قطوش بالوان مولوديه الجزائر 1988. شكون هذا اللاعب؟ برناوي. برافو برناوي. عمار برناوي قلب دفاع وفاق الصيف 1988 هدف مقابل صفر. شكون هذا اللاعب؟
باردون شكون هذه الشخصيه؟ شكون هذه الشخصيه؟ الاسم الاسم ما تقوليش هو البريزيدون. معروف هذا. كان في المكتب الفيدرالي تاع جابي الله يرحمه. هو معروف ب بدل مانو بصح عطوني اللقب مانو بصح باش راه معروف يا ناسي ما ماما تجيبو عبد الرحمن علاني المدعو مانو عضو المكتب الفيدرالي في عهد الرئيس ديابي الله يرحمه شكون هذا اللاعب؟ نعمارة ديالو شبن نعمارة ماشي كوليبالي بون نعاونكم لعب في السياسي في اتحاد العاصمه كان معنا لا ما عرفتوش هاكو فاب اليوم مين تودو كوري مهاجم شباب قسنطينه في 2007 شكون هذا اللاعب؟ ماشي في مين تودو كوري كيف ليش ما نلعبش السياسي؟ هي القسطة بليدة خليفة هذه 2002 اكزاكتومون خليفة بليدة بليدة هذه اكزاكتومون في بليدة غير يرقوش هذا اكزاكتومون يعقوش حراش سليم هيا يعطيك لو بخينو سليم سليم قال لك سليم درالي مدافع اتحاد البليدة في 2002 توجور 1-0 نروحوا اللقاءات ماناش مليح ماناش مليح ماناش مليح شكون هذا اللقاء؟ مصر جزائر 84 لجيري مصر 84 لجيري مصر شكون؟ لجيري مصر 84 لجيري مصر هذاك 84 نو جو بونس نو اون اوت شانس 86 كوب دافريك 86 صفر مقابل صفر ثلاثة مقابل واحد ثلاثة مقابل واحد صفر شكون هذا اللقاء؟ ليفربول بوكا جونيور بوكا جونيور بوكا جونيور لا 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 ليفربول مع لا بوكا هادو لا لا بوكا ليفر في فيلا سيت اون فينال دو كوب دوروب ايه فيلا على فيس مع ليفربول على فيس مع ليفربول اوكي روح عليه خلاص روح عليه خلاص اخر من خسر بيناتيات بعد ضربة جزاء مايكل اوان دابا لوندور في هذا يعرف خير منا خسانيت أربعة مقابل واحد خير منا خسانيت في الأوروب تحبوا لا تخلوا شكون هذا الفريق؟ لا دي اليوفا شوف شكون هذا الفريق؟ بليدة قالها الجمهور قالها الجمهور قطر مقابل لا تقولوا لا اتحاد البليدة منتصف الثمانينات مع الاخوه زعيم حكيم وكمال شكون هذا الفريق؟ والبوبليك ما يهدرش نفسيه جي اس ام بي لا لا برافو جي اس ام بي جي اس ام بي جي اس اي سنه؟ شي حاجه خليت غير اسبوع عرفته باسكو هذا صح 2003 الصوره اللي قبل منها كان نو اربع مرات اثنين كان جعفر زقان في 2003 شبيبه بجايه مع فتاحين والحارس ياسين جبارات شكون هذا الفريق؟ بولتون لا لا بورسموث لا 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 نيوكاسل فليكوس هادي نو اربع شامبيونات تاع مونغولتي اربع بريمير ليغ روتردام روتردام سيت اون ايكيب اللي ربحت بريمير ليغ راني عاونتكم قاتل فول هارت نيوكاسل 95 نيوكاسل لا شنو كاسر شيرن الان شيرن لعب في نيوكاسل بورتموث بلاك بيرن فاز بطل انجلترا سنة 1995 مع الان شيرن جوستومون شكون هاد اللاعب؟ زولا 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 زولا
خمسة مقابل اثنين في 1995. شكون هذا اللاعب؟ دي ناتالي. هذا واحد يشبه دال بيرو. قريب. دي في حد دي. دي فايو. ماشي دي فايو فرطاش. دي كانيو. برافو. دي كانيو. فاولو دي كانيو. وهاتف دولي ايطالي في 1999. واخر صورة. شكون هذا اللاعب؟ ادوها راح ريال مدريد كامبو. كامبو هدف دومي. دومي ايفان كامبو مهاجم دولي اسباني في 2000. نعم سبعة مقابل اثنين. الفوز الثالث على التوالي لفريق محمد خزان. حاكم مليح حاكم مليح حاكم مليح. الفوز بكأس غير فوتها. وصلنا إلى نهاية برنامجنا اليوم. سي حبيب بنادي فريمون سي فو ان بليزير. يعطيك الصحة اللي جيتنا معنا اليوم وفريمون إن شاء الله الجمهور الجزائري استمتع بك. وش قلت؟ أتمنى ذلك. أنا سعيد بهذه الجلسة اللطيفة وفي هذا البرنامج. نتمنى أنه يعني نتفاعل مع برامج مثل هذه متنوعة ترفيهية رياضية اللي ترفع من مستوى النقاش الرياضي الساحة الرياضية وتتجرد من الذاتية وتتجرد من الأفكار المسبقة لتحديد مسار آخر. في الواقع هذه أول مرة اللي أتشرف بحضور. تشرفنا بك. احنا اللي تشرفنا بك سيبنا. احنا اللي تشرفنا بك. عناتكم. أنا أتمنى لكم كل التوفيق. الله يسلمك. ونتمنى أن تتكرر اللقاءات. فرصة أخرى إن شاء الله. أتمنى أن الجمهور استفاد كذلك. يعطيك صحة. يعطيك صحة. فوزي يايا. يعطيك الصحة اللي جيتنا اليوم ونتمناو لك حد سعيد مع فريقك الجديد ناصر حوشنداي. إن شاء الله تأهل الأسبوع القادم ديجا لا فاز دي بول ونشوفوك في كأس إفريقيا مع النصرية. تروحوا بعيد إن شاء الله. إن شاء الله. نشكركم على الضيافة وإن شاء الله الجمهور استمتع معنا وإحنا فرحنا كي كنا معكم ونتمنى الجزائرية التوفيق إن شاء الله. يعطيك الصحة فوزي يا ميرسي بوكو عمر عمر. أولا إن شاء الله المسؤولين ان شاء الله يستفادوا من جمال يستفادوا من حبيب بن علي سواء في لافيديراسيون ولا اي مجال يكون على عنده علاقه بكره القدم لانهم بهم هما بالخبره تاعهم نظن اللي راح نرفعوا مستوى ان شاء الله كره القدم الجزائريه. الفنان تاعنا نرحبوا به ثاني ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله. فوزي كيف كيف لانه لاعب ممتاز. نعم. ماشي كره قدامي لاعب ممتاز ونحب اللعب تاعو. نتمنى المحب محبي الحصة ومحبهم الحصة الكبير كاع آية الحاج وليد نتمنى له إن شاء الله أنيفرسير إن شاء الله سعيد والجمهور اللي راه يشاهد فينا إن شاء الله. إن شاء الله. نسيم الباي كلمة بس راح نكملوا معاك أون شونسون. كلمة قبل من كلمة بس راح نكملوا معاك أون شونسون أفون. سيتي أن بليزير. فرحان بزاف اليوم اللي راني مع دي كرون مسيو كيما مسيو بن علي مسيو جمال. جي لا شونس باش نشوف عمار عمور اللي نحبو بزاف. خساني اوسي احسك خساني جامي جامي لا شونس تاعي تجي. نحبو بزاف تاني سي ان بليزير وميرسي بو لانفيتاسيون. ميرسي عليك ان شاء الله لا كونتينيتي لهاد ليميسيون. ميرسي ا توا فريمون يعطيك الصحة. جمال ميرسي بوكو يعطيك الصحة. الله يسلمك بوغ تا سبونتينيتي بوغ تا سانسيريتي بوغ Merci beaucoup, Thomas, pour l'invitation. D'être venu, surtout. C'était pas évident, c'était pas facile. D'être parmi tous ces gens. Merci d'avoir rencontré Si Amar Ben Ali, Mohamed, la manafouche, Inch'Allah, Ma'arif Khair. Ma'arif Khair. Nous nous voyons, les spectateurs. Avec plaisir, t'charrafni. Ou Amar, ou ainsi l'équipe. Ou Mansech, Khouya Nassim. نسيم كان نسيم كنت جيتي سون فان كي كان صغير يماركي في لي شوسيو جامعه المساني صبري صبري تكونوا على بالكم. كنت نكتب في الباسكت تاعي غير شريها لي بابا جديده نروح نحكم ستيلو حمر نكتب جامعه المساني. محمد بو لانيكدوت ماركي محمد خساني ميرسي. شكرا شكرا. اون اسي شاك فوا دغامني فوالا بيان سور بيان سور. هذه الحاجه اللي كنت عم نقولها صدر شاك فوا من نتلاقى مع ناس
كما قامت لي رانا معاهم تنزات في السي في تاعي ونفتخر بها اني ريحت مع ناس كي من هادو وتقول يعني تزيدني في الكارير تاعي. نشكركم بزاف يعني توجور شكرك انت اللي جينا مهرج سبيسيال ديروا الناس باش تعرف دي فوا نكون دخلت الوهر في الليل نجي نعاود نولي باش نتورني غير فوتال هذا لحبي وكما يقول لك شغف باش ما نبغيش نراطي هذه ليميسيون ونشكر امي وبويا بزاف اللي هما راهم واقفين معايا في هذه الازمه. خويا ثاني اللي راه مغبون ولكن من الداخل يقول لي محمد حرص تراطي الخدمه تاعك نقول له راني هنا فوالا راني واقف نستنى الرجوع تاعك وميرسي شكرا. احنا بيان سور نشكركم نشكر كامل الفرقه التقنيه اللي سهرت معنا وتسهر معنا كل يوم جمعه بقياده لو غيزاتور تاعنا علي الشيح كامل اللي كانوا في لا ريجي سكريب تاعنا سهام وفاتون مولا معك ياسو فريمون تو الموند شفتوا اليوم بلي فريمون اون ايكيب اون غراند ايكيب دايا نشكركم انتم مع الببليك تاعنا اللي كنتوا معنا وسهرتوا معنا وسورتو ليكم انتم مشاهدينا الكرام اللي تسهروا معنا كيف Tard Beljumaa, mais inchallah vous n'avez pas été déçus et vous aurez encore inchallah d'autres surprises fil asabi' al qadima rahin oui سمحي لي والله قلت ما وبويا واقفين معايا ونسيت مرتي خفت والله لا خفت حيوها والله ما بلعالي والله سمحي والله ما بلعالي والله باب العالي سمعيني على وهر فوالا وراحين الله يسلمك الله يسلمك شيخ فوالا وراحين نكملوا مع الخاينه غادي تغنيها لنا دوكا شويه والله جولي شونتي بيت واحد اخرى معليش ندير ان هوماج لواحد الفنان شاك ايميسيون تفضل يا با بروبليم فنان بزاف الما ماركي يكون صغير ربي يرحمه فنان كمام سعودي شاك فا برافو تري بيان الله يرحمه جو شونت مي شونسون ودائما نحب ندير له ان هوماج ليه دونك فوالا انا قلتكم تهلاو في رواحكم نعطيكم موعد الاسبوع القادم ان شاء الله في نفس القناه في نفس التوقيت مع السلامه. مالي مالي ومال الشمعه مهضوات لي في الظلام مالي مالي ومال السعد ماسك ملي ليام مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ماسك ملي ليام حتى نصيب ما فرحني نساني في ليام اللي مضوع عني مرار خبلني تخمام سقمي دم بيا مقام بدل حلمي بوهام لا طالب ولا طبيب عالج ليا السقام نوماني الليل انا عليك عساس لي مبنيين على الخدا حرمولي النعاس ما تمنى وحصار قامو وعليها العراس من يدهم شربت المرار كاسي تبع كاسة مالي مالي ومال الشمسي وغطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيك نجوم مالي مالي ومال الشمسي غطاوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيك نجوم برافو برافو سي بوكو هذاك مسح سي بوكو